النادي الاهلي ونادي سموحه في دور الثمانيه ربع نهائي كاس مصر على صاله الامير عبد الله الفيصل بالجزيره. نستعرض اسماء لاعبي النادي الاهلي ونادي سموحه. لاعبي النادي الاهلي يوسف حمد الصافي، عبد الله عبد السلام كابتن الفرقه مايسترو النادي الاهلي، عبد الحليم محمد فهيم، احمد صلاح الدين، محمد عثمان عبده، محمد رمضان عبد الحميد جمعه ليبرو الفريق، عبد الرحمن الحسيني عيسى، محمد جمال عصران، يواندر رومان جارسيا ليبرو الفريق الكوبي، حسام الدين يوسف صانع العاب النادي الاهلي، سيف الدين عابد، عبد الرحمن سعودي، احمد عزب السيد. اما بالنسبه لنادي سموحه فمكون من محمد جبل، عبد الرحمن محمد توفيق، رومان فولكوف المحترف الاوكراني لنادي سموحه، محمد سعيد باشا، اياد باسل، هشام اشرف رشاد، محمود ابراهيم، محمد ابو ريا كابتن الفريق، احمد ياسر مدحت، ادهم اسامه، هشام محمود محمد، عمر رفعت ابراهيم، والليبرو محمود خميس واحمد مصطفى. طبعا زي ما حضراتكم عارفين النهارده مباراه دور الثمانيه ما بين النادي الاهلي ونادي سموحه على صاله النادي الاهلي. كان النادي الاهلي استطاع الفوز في دور ال 16 على نادي هليوبلس في ملعب هليوبلس 3-0. طبعا النادي الاهلي اكتر الفرق حاصل على كاس مصر، فان شاء الله باذن الله هنشوف مباراه تليق باسم النادي الاهلي ويعودنا على الانتصارات دايما. طبعا المدير الفني للنادي الاهلي فرناندو الاسباني السنه دي اول موسم ليه، يعاونه كابتن محمد السيد وكابتن محمد الحسيني. نبدا الشوط الاول والارسال مع عبد الرحمن الحسيني، ارسال سبايك، استقبال من نادي سموحه، اعداد في مركز 2 لجبل، ضرب ديفنس من ليوندر، اعداد في مركز 4 لاحمد عزب، كوره تتلم كده هترجع تشانس في ملعب النادي الاهلي، ليوندر كوره تشانس، اعداد من عبد الله عبد السلام في مركز 3 لمحسن كده سكوت في مركز 1 كده نقطه للنادي الاهلي. طبعا بدايه المباراه بتكون جس النبض ما بين الفريقين، كوره في مركز 3 زي ما شايفين كده، في مركز 1 سكوت كده من محسن نقطه للنادي الاهلي، الباشا اللي بصير نادي سموحه ما قدرش يعمل لها اي حاجه. ارسال مع عبد الرحمن الحسيني سبايك جامد، اعداد في مركز 4، كوره جامده قوي مضروبه معديه بلوكات، كوره ما قفلش كده محسن فيها هو واحمد صلاح، الكوره عدت في ملعب النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين. ادهم محرم لعيب مركز 4، لعيب رقم 13 في نادي سموحه، يمتاز بالارتقاء العالي طبعا والجامب العالي. على الارسال جبل، على الارسال، ارسال سبايك من مركز 6، استقبال من عبد الرحمن الحسيني، اعداد في مركز 3، كوره سريع لمحسن تتلم من ملعب نادي سموحه، الكوره هترجع في نادي ملعب نادي الاهلي، ما قدرش محرم يحطها في ملعب النادي الاهلي. على الارسال محسن، لعيب مركز 3 بالنادي الاهلي ومنتخب مصر، بيلعب ارسال فلوتر كده من مركز 5، ارسال موجه طبعا السكاوتنج بيبقى مدروس هيتلعب الارسال فين، ارسال ناحيه مركز 6 كده عند في الكوف المحترف الاوكراني، كره هتعدي سهله في ملعب النادي الاهلي، ولكن بلوك تريبل بلوك كده من عزب، قدر ان هو يستدعي النقطه للنادي الاهلي. زي ما حضرتك شايفين الاستقبال ضعيف من نادي سموحه، كره مضروبه كده بريست الايد من ادم محرم، ولكن احمد عزب ضم كده في مركز مع البلوك وقدر ان هو ياخد الكوره. الارسال مع محسن من مركز 5، ارسال موجه على ادم محرم، اعداد لجبل في مركز 2، تتضرب وبلوك صاحت من عبد الرحمن الحسيني من احمد عزب عفوا، وعبد الرحمن سعودي، يمكن عبد الرحمن سعودي احسن سنتر بلوك في بطوله افريقيا اللي فاتت، ومع احمد عزب طبعا يعني من اللعيبه الممتازين السنه دي، بيقدم مستويات عاليه جدا لسه راجع من دوره الالعاب الافريقيه في غانا. ارسال من محسن، استقبال من فولكوف، اعداد من الباشا، كره في مركز 4 كده بريست ايده، يعني ادهم مش لعيب يمتاز بالطول ولكن لعيب ذكي، يعني بيعرف يتصرف في الكوره كويس، فقدر كده على التاتش بلوك ما بين احمد صلاح وعبد الرحمن سعودي كده على التاتش بلوك عدى منهم نقطة للنادي سموحة. النتيجة 2 نادي سموحة 4 النادي الأهلي. على الإرسال جبل، إرسال سبايك، لكن إرسال خارج الملعب، يعني طبعا محمد جبل من العناصر الخبرة في نادي سموحة، لعيب خبرة طبعا كبيرة جدا ولعيب دولي سابق، ولكن إرسال خارج الملعب. على الإرسال أحمد صلاح العالمي، طبعا غني عن التعريف أحمد صلاح طبعا العالمي وافضل لاعب في افريقيا وفي مصر طبعا. على الارسال احمد صلاح، ارسال سبايك ولكن خارج الملعب، يمكن احنا زي ما شايفين كده الارسالات السبايك دايما بيبقى فيها ريسك كبير جدا، فدايما ارسالات كتيره بتضيع.
على الارسال ادهم محرم على الارسال من نادي سموحه، يلعب ارسال سبايك من مركز واحد، ارسال سبايك كده بريستيدو، استقبال من محمد رمضان، اعداد لعبد الرحمن سعودي في مركز ثلاثه كده، اسقاط كره اعداد في مركز سته لادهم محرم، تتلم وترفع لسعودي، تاتش بلوك. يعني الكوره كانت قصيره شويه من المايسترو عبد الله عبد السلام لسعودي، بس طبعا بخبرات سعودي الكبيره قدر انه يلعب الكوره على التاتش بلوك. زي ما حضرتك شايفين كده الكوره قصيره شويه، لعب على التاتش بلوك بتاع نادي سموحه، ما يدروش طبعا دفاعات نادي سموحه ان هو يعمل لها اي حاجه. على الارسال احمد عزب، طبعا من الوافدين الجديد الثاني سنه لاحمد عزب مع النادي الاهلي، قادم من نادي بتروجيت. ارسال سبايك من احمد عزب، ارسال قوي، استقبال من درونكا، اعداد في مركز اربعه لفلكوف، بلوك كرة تترفع في مركز واحد لجبل، ضرب ما بين حائط الصد ما بين عبد الرحمن الحسيني وسعودي كده، الحسيني بيقول الكرة بتاعتي، تتضرب في مركز ستة كده في شرخ في البلوك، كرة تعدي من جبل بخبرات كبيرة جدا من جبل. زي ما حضرتك شايفين كده عبد الرحمن الحسيني ما ضمش كويس مع سعودي، فالكرة عدت. الإرسال مع نادي سموحة. ارسال فلودر، استقبال من عزب، كوره سريعه من عبد الله عبد السلام للسعودي، كوره كده على التاتش بلوك تطلع بره. يعني زي ما انتوا حضرتك شايفين يعني عبد الله مركز اللعب من مركز ثلاثه على السريع كتير قوي النهارده، يعني معظم اللعب من نص الملعب. طبعا المايسترو عبد الله عبد السلام بخبراته الكبيره قوي بيعرف يخلخل اي بلوك طبعا قدامه. على الارسال عبد الرحمن سعودي لاعب منتخب مصر، ارسال فلوتر من مركز واحد كده بيلعب ارسال موجه، ارسال فلوتر على فولكوف لعيب اربعه، كره سريع من عمرو جبل ولكن لمس شبكه من محسن، الحكم الثاني بيقول لمس شبكه من محسن. ايوه محسن، كره شبكه عليك. الارسال مع نادي سموحه مع محمود سعيد الباشا، صانع العاب نادي سموحه ولاعب نادي الاتحاد السابق ولاعب سابق في منتخب مصر، بيلعب ارسال فلوتر كده موجه، استقبال من احمد عزب جيد، اعداد من عبد الله لابو صلاح، كرة حلوة قوي في الملعب لكن الحكم ليه رأي تاني، كرة خارج الملعب. يمكن أحمد صلاح كده لف بريست إيده ناحية خمسة كده لكن الحكم ليه وجهة نظر تانية، الكرة خارج الملعب، بس إعداد جيد جدا من عبد الله ولكن الكرة فعلا خارج الملعب. السكور 6-7 للنادي الأهلي. ما زال الإرسال مع محمود الباشا صانع ألعاب نادي سموحة رقم سبعة، بيلعب إرسال فلوتر موجه، تركيز من بلوكات نادي سموحة، استقبال من أحمد عزب، اعداد من عبد الله، كوره في مركز واحد لابو صلاح بايده الشمال كده تعدي لكن دفاعات من نادي سموحه، شانس من محمد رمضان، اعداد في مركز اربعه لعبد الرحمن الحسيني، يلعب على التاتش بلوك مع جبل كده بذكاء، كوره كبيره جدا من عبد الرحمن الحسيني كده بيلعب على التاتش بلوك. يعني زي ما حضرتك شايفين احمد صلاح كده بيتكلم مع الحكم بيقول له الكوره اللي قبل كده كانت في الملعب، مناوشات كده بسيطه في الملعب. نتيجه 8-6 للنادي الاهلي. على الارسال المايسترو عبد الله عبد السلام بيلعب ارسال سبايك جامد، استقبال من درونكا ليبرو نادي سموحه، عفوا بلوك من النادي الاهلي، كره هتعدي سهله في ملعب النادي الاهلي، اعداد من عبد الله، كوره سريعه حلوه قوي لمحسن، يعني محسن بدا يعبر عن نفسه اهو، كوره سريعه من مركز ثلاثه عبد الله اهو، يعني في تفاهم وتناغم كبير قوي من عبد الله عبد السلام ولاعيبه مركز ثلاثه، كوره بي كده مرفوعه لمحسن ضربها في خمسه كده، درونكا ما قدرش يعمل لها اي حاجه، نقطه للنادي الاهلي. ما زال الارسال مع المايسترو عبد الله عبد السلام، ارسال قوي، ارسال ارسال قوي جدا ايس من عبد الله عبد السلام ما بين فولكوف المحترف الاوكراني النادي سموحه، نادي سموحه ودرونكا كده الاثنين دخلوا على بعض ما قدروش يعملوا اي حاجه للكوره. طبعا الارسالات بتبقى قويه جدا، الاستقبال بيبقى يكون فيه صعوبه جدا على لعيبه الاستقبال. الارسال مع المايسترو عبد الله عبد السلام، ارسال سبايك من عبد الله، استقبال برضه كوره ايس، يعني اللعيبه بيخشوا على بعض. الارسال الاولاني كان ما بين مركز سته ومركز واحد، الارسال دلوقتي ما بين مركز خمسه وسته ما بين محرم ادهم محرم ودرونكا الاثنين واقفين بيتفرجوا على الكوره. طبعا نقطه للنادي الاهلي، طبعا طبعا كابتن اشرف رشاد هياخد تايم اوت عشان فرق السكور الكبير قوي 11-6 للنادي الاهلي، فطلب طبعا كابتن اشرف رشاد تايم اوت علشان خاطر يتدارك فرق السكور الكبير اللي حصل. طبعا زي ما حضراتكم شايفين تعليمات من فرناندو مدير فني للنادي الاهلي على النقاط الضعف، السكاوتنج المعمول لنقاط الضعف في نادي سموحه طبعا، وطبعا بيركز قوي على الارسال القوي الموجه من لعيبه النادي الاهلي. طبعا عبد الرحمن الحسين زي ما حضراتكم شايفين اهو تعليمات من فرناندو لعبد الرحمن الحسيني زوايا الضرب في نادي سموحه، فطبعا في تركيز كبير قوي من لعيبه النادي الاهلي ان يحسموا المباراه بدري بدري.
السكور 11-6 للنادي الاهلي. الارسال مع المايسترو عبد الله عبد السلام كابتن فريق النادي الاهلي، طبعا بيلعب بيركز قوي على الارسال، ان هو يلعب ارسال سبايك فيه قوه جدا عشان يخلخل دفاعات نادي سموحه، فالكره تكون ترجع للنادي الاهلي تشانس بول. ارسال سبايك من عبد الله على ادهم محرم، استقبال متوسط، اعداد من الباشا في مركز 2 في الكوب، كره تعدي كده اسقاط، بلوك من النادي الاهلي، اعداد في الكوب، بلوك من عبد الرحمن الحسيني لكن خارج الملعب، يمكن لاعب على التاتش بلوك في الكوف كده بذكاء، لان الكوره هيبقى صعب ان هو يضربها بقوه، لعبها على التاتش بلوك على عبد الرحمن الحسيني زي ما حضراتكم شايفين. النتيجه 7-11 للنادي الاهلي على الارسال في الكوف المحترف الاوكراني للنادي سموحه، بيلعب ارسال سبايك في مركز 6، استقبال من محمد رمضان ليبرو النادي الاهلي، اعداد في مركز 6، كوره جميله جدا لاحمد عزب، يعني كده طاير كده من مركز 6، عبد الله عبد السلام بيرفع له الكوره مش في مركز 6، بيرفع لها على الشبكه، وطاير احمد عزب من مركز 6، كوره لا تصد ولا ترد في مركز 6 في ملعب نادي سموحه، ما قدروش يعملوا لها اي حاجه دفاعات نادي سموحه. على الارسال عبد الرحمن الحسيني الناشئ الواعد من ناشئين النادي الاهلي ومنتخب مصر، نتاج قطاع ناشئين النادي الاهلي عبد الرحمن الحسيني، ارسال قوي جدا على درونكا، استقبال ضعيف، تعدي لواندر، استقبال، اعداد في مركز 6 لعبد الرحمن الحسيني، تركيبه حلوه قوي 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 من عبد الله عبد السلام لعبد الرحمن الحسيني في مركز 6، يعني كوره كده بالكربون من اللي قبلها لاحمد عزب في مركز 6، بلوكات نادي سموحه اتخلخلت ما قدروش يعملوا لها اي حاجه. نقطه يعني عمرو جبل في مركز 3، النادي سموحه ما قدرش يعمل لها اي حاجه، لعيب مركز 3. ونقطه للنادي الاهلي على الارسال عبد الرحمن الحسيني، ارسال سبايك، استقبال ضعيف من ادم محرم، اعداد، كوره هتعدي سهله النادي الاهلي، تاتش بلوك لواندر، اعداد من عبد الله في مركز 2 لاحمد صلاح، يعمل عليها كده رالي من احمد عزب، كوره تعدي سهله ولكن لمس شبكه من نادي سموحه، يعني لعيبه نادي سموحه بتعترض كده لكن لمس شبكه من عمرو رفعت رقم 15 لاعب مركز 3 من نادي سموحه، زي ما حضراتكم شايفين كده تريبل بلوك من نادي سموحه ولكن كوره لمس شبكه. على الارسال عبد الرحمن الحسيني بيلعب ارسال من مركز 5 سبايك، ارسال قوي جدا على درونكا، نقطه مباشره للنادي الاهلي، يعني زي ما حضراتكم شايفين كده اول خطوط الهجوم دايما بتكون من الارسالات الساحقه القويه جدا، يعني النادي الاهلي مركز قوي النهارده على الارسالات القويه على درونكا وعلى ادهم محرم عشان يخلخل دفاعات نادي سموحه في الاستقبال ويضعف استقبالهم، فبحيث ان الكره ترجع لنا سهله، فقادرين وناجحين جدا بشكل كبير قوي في الارسالات القويه. ارسال في ريسك جامد من عبد الرحمن الحسيني ولكن خارج الملعب. النتيجه 8 نادي سموحه 15 النادي الاهلي. على الارسال عمرو رفعت لعيب مركز 3 من نادي سموحه، بيلعب ارسال سبايك من مركز 6، بس اكيد مش هيحط في ريسك، هو عايز يعدي الارسال بس. ارسال خارج الملعب من نادي سموحه من عمرو رفعت رقم 15 لعيب مركز 3 من نادي سموحه. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان عندنا عصران لعيب منتخب مصر كان في دوره الالعاب الافريقيه وحصل على احسن لاعب في دوره الالعاب الافريقيه، ومعاه طبعا اكثر من لعيب كانوا في منتخب مصر. ارسال من محسن كده سهل يعدي في ملاعب نادي سموحه، اعداد في مركز 2 لجبل، بيلعب على التاتش بلوك ولكن احمد عزب ده مدخل ايده كويس قوي، قدر ان هو ياخد الكره نقطه للنادي الاهلي، يعني كابتن اشرف رشاد كده واقف على الخط مش عارف يعمل ايه، يمكن لعيبه نادي سموحه النهارده مش في مستواهم المعتاد، والنادي الاهلي قادر ان هو يضغط عليهم بالارسال القوي والبلوكات العاليه، فيمكن نادي سموحه النهارده مش في حالته. طلب طبعا تايم اوت علشان فرق السكور الكبير 17-8 للنادي الاهلي، وزي ما حضراتكم شايفين فرناندو بيوجه طبعا كابتن محمد الحسيني نجم النادي الاهلي السابق ومدرب الفريق الحالي، وكابتن محمد السيد طبعا مدرب مساعد منتخب مصر اللي لسه حاصل على ذهبيه دوره الالعاب الافريقيه، نقول لهم الف مبروك طبعا. وما زال الارسال مع محسن لاعب مركز 3 سنتر بلوك النادي الاهلي، على الارسال محسن في تركيز شديد قوي على توجيه الارسال، طبعا بيبقى عنده تعليمات موجهه للارسال يتلعب فين. ارسال فلوتر ناحيه مركز 4، اعداد لادم محرم، بيلعب على التاتش بلوك ديفنس كويس قوي من عبد الرحمن الحسيني، كره تتشاط من احمد صلاح ولكن في الشبكه. نادي سموحه عمل تغيير، طلع في الكوف المحترف ونزل هشام محمود لاعب مركز 4 رقم 14، يمكن لقى ان الاستقبال من في الكوف النهارده مش ماشي كويس فتم تغييره، نزل لاعب رقم 14 هشام محمود لاعب مركز 4.
على الارسال رقم 12 احمد ياسر، ارسال فلوتر استقبال من احمد عزب، اعداد في مركز 4 لاحمد عزب، كوره كده على اللاين لا تصد ولا ترد من احمد عزب. يعني احمد عزب من اللعيبه اللي بتقدر تنط بتبص في الهواء وتقف في الهواء وبيلف بريست ايده كده ناحيه مركز واحد، نقطه للنادي الاهلي ما قدرتش دفاعات نادي سموحه ان هو يعمل اي حاجه. يمكن احمد ياسر بصير نادي سموحه الثاني بدل الباشا نزل صانع العاب مكان الباشا على الارسال ابو صلاح، ارسال في الشبكه ونقطه لنادي سموحه. النتيجه 10 نادي سموحه 18 النادي الاهلي. يعني كلام اهم ما بين عبد الله كده وعبد الرحمن سعودي علشان خاطر يتفقوا على الفنت اللي هيحصل النقطه الجايه. ارسال من ادهم محرم لاعب رقم 13 لاعب نادي سموحه بيلعب ارسال سبايك في ريسك جامد قوي لكن ارسال خارج الملعب. يعني في افه كده كبيره قوي في نادي سموحه النهارده في ملعب نادي سموحه، ارسالات الضايع كتير يعني مضيعين ارسالات اكتر من 3 4 ارسالات ضايعين النهارده في ملعب نادي سموحه. نتيجه 19 10 للنادي الاهلي على الارسال احمد عزب اللاعب الواعد بصفوف النادي الاهلي بيلعب ارسال سبايك من مركز واحد، ارسال قوي جدا ناحيه ادهم محرم كده استقبال ضعيف، اعداد كره هتعدي تشانس في ملعب النادي الاهلي سعودي، اعداد من عبد الله كره سريعه حلوه قوي من عبد الله. يعني في تناغم كبير قوي ما بين عبد الله وسعودي، يمكن يعني الكره تشانس على سعودي خدها تشانس كده وراح عبد الله مديله هديه على طول نقطه للنادي الاهلي. يعني بلوكات نادي سموحه مش قادره تجاري لعيبه النادي الاهلي طبعا. على الارسال احمد عزب على الارسال لا رقم 22 من النادي الاهلي بيلعب ارسال في ريسك كبير، ارسال سبايك، ارسال كده في نص الملعب كوره خدعه كده من احمد عزب. يعني دفاعات نادي سموحه كله مؤخر على اساس ان هو هيلعب ارسال سبايك في اخر الملعب ولكن يضحك على الجميع وضحك علينا ولعب ارسال كده بريست ايده في نص الملعب. ادهم محرم ما قدرش يعمل لها اي حاجه ولا درونكا، يعني بيبصوا على بعض كده كوره ذكيه جدا من احمد عزب ما شاء الله عليك يا احمد. ارسال مع احمد عزب، ارسال سبايك ناحيه درونكا، اعداد في مركز 2 كره سكوت كده على التاتش بلوك ما قدرش يعمل لها اي حاجه ليواندر الليبرو النادي الاهلي. عبد الرحمن محمد توفيق لاعب مركز 2 نزل مكان جبل في مركز 2 لاعب ناشئ قدر كده ان هو على التاتش بلوك مع عبد الرحمن الحسين ما قدرش يعمل لها اي حاجه. على الارسال لاعب رقم 10 محمد محمود ابراهيم سنتر بلوك نادي سموحه، ارسال فلوتر داخل الملعب نقطه مباشره لنادي سموحه. يمكن احمد عزب كان فاكر ان الكوره هتطلع بره الملعب ولكن الكوره جوه الملعب، ارسال كده موجه من محمد ابراهيم، ارسال فلوتر على احمد عزب في مركز واحد كده نقطه لنادي سموحه، ارسال فلوتر موجه على احمد عزب استقبال متوسط من احمد عزب، اعداد في مركز 4 لعبد الرحمن الحسيني كوره كده كانت خارج الانتنة من عبد الله لكن عبد الرحمن الحسيني بخبره كده بايده الشمال قدر ان هو يرجعها في ملاعب نادي سموحه. سكوت كده في نص الملعب ما قدروش يعملوا له اي حاجه لعيبه نادي سموحه، يعني الكوره كانت متطرفه بره الانتنة كوره كده على التاتش بلوك نقطه للنادي الاهلي. على الارسال عبد الرحمن سعودي لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر، ارسال فلوتر من مركز 5، ارسال فلوتر استقبال متوسط من ادهم محرم، اعداد في مركز 4 كوره كده اسقاط كده لكن كوره خارج الملعب من اللعيب رقم 14 من نادي سموحه لعيب مركز 4 هشام محمود. يعني النادي الاهلي عنوان الشوط الاولاني الارسالات الموجهه والقويه جدا قدرت تخلخل استقبال نادي سموحه ونادي سموحه مش قادر يجاري النادي الاهلي، يعني حتى باين في السكور 23 12 للنادي الاهلي. على الارسال عبد الرحمن سعودي بيلعب ارسال فلوتر من مركز 5 استقبال من ادهم محرم، اعداد كوره في مركز 3 كده بي احمد عزب كده حاول ان هو يعمل عليها تراي هو عبد الله عبد السلام ولكن نقطه لنادي سموحه. يعني عمرو رفعت لعيب رقم 15 من عناصر الخبره في نادي سموحه كده كوره مرفوعه له بي باس كده سريع ما قدرش احمد عزب ولا عبد الله يعملوا له حاجه ونقطه لنادي سموحه. نتيجه 13 23 للنادي الاهلي، يعني فرق السكور باين في نتيجه المباراه. على الارسال عبد الرحمن محمد توفيق لعيب مركز 2 من نادي سموحه يلعب رساله سبايك استقبال من احمد عزب، اعداد من عبد الله الكوره يعكس بها الملعب لابو صلاح كوره حلوه قوي قوي قوي. يعني الكوره دي بقى لنا اكتر من 16 17 سنه بنشوفها ما بين ابو صلاح وعبد الله المايسترو، كوره بتتقلب كده في مركز واحد لابو صلاح يضرب الكوره بلوكات نادي سموحه، عمرو رفعت حاول معاه لكن ما قدرش، كرة بتبقى سريعة جدا البلوكات ما بتلحقش تروح تضم مع بعض. على الإرسال المايسترو عبد الله، إرسال قوي قوي قوي، إرسال بنقطة مباشرة للنادي الأهلي من المايسترو عبد الله عبد السلام، نقطة للنادي الأهلي 25 13 وينتهي الشوط الأولاني
25 13 للنادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي الشوط الاولاني، اداء ولا اروع من لعيبه النادي الاهلي، لعيبه الماسترز النادي الاهلي. 25 13 الشوط الاولاني، شوط عنوانه الارسالات القويه الموجهه من لعيبه النادي الاهلي، قدرت ان هي تخلي الجيم سهل او الشوط الاولاني سهل عليها، ولعيبه نادي سموحه مش قادره تجاري الارسالات القويه والبلوكات العاليه من النادي الاهلي. يعني الشوط الاولاني كان وان سايد جيم من النادي الاهلي، النادي الاهلي قدر يفرض سيطرته طول الجيم على نادي سموحه. زي ما حضراتكم شايفين عبد الحليم عب وهو بيسخن، وفرناندو لسه بيدي التعليمات برضو، يعني اكيد اكيد عينه على كاس مصر. فرناندو مدرب النادي الاهلي الاسباني بيوجه كابتن عبد الرحمن الحسيني، بيوجه احمد عزب زي ما حضراتكم شايفين اهو على البلوك، بيقول له ازاي ان هو يضم في البلوك. يعني دايما شغالين على نقاط القوه والضعف لفريقنا النادي الاهلي وعلى نادي سموحه كمان. يعني فرناندو اهو بيوجه محسن وسعودي، بيقول لهم على التكتيك اللي احنا نبقى شغالين عليه دايما طول الجيم والضم في البلوكات. وطبعا هم دارسين كويس نقاط القوه والضعف في نادي سموحه، يعني احنا النادي الاهلي عنده فريق سكاوتنج كبير جدا بيقدر ان هو يحلل كل مباريات. زي ما حضراتكم شايفين كابتن محمد السيد على التاب اهو كمان قاعد بيحلل النقط القوه والضعف في نادي سموحه، وبيقولوا لهم على الثغرات اللي نقدر نشتغل عليها. طبعا بقياده المايسترو طبعا عبد الله عبد السلام، يعني العقل المفكر والمدبر في النادي الاهلي. ولاعيبه نادي سموحه طبعا مش عاجبها الاداء، يعني لسه ما دخلوش في الجيم. يعني نادي سموحه من الانديه العريقه اللي في اخر 10 سنين ليها دور كبير قوي في المربع الذهبي في الدوري وفي كاس مصر، ولكن طبعا فرق الخبرات والمستوى باين في الشوط الاولاني ما بين النادي الاهلي ونادي سموحه. زي ما حضراتكم شايفين الحكم الاول كابتن تغريد لحظات، وهنبدا الشوط الثاني. يعني لعيبه النادي الاهلي خارج السته بيعملوا عمليات الاحماء، يعني طبعا كابتن فرناندو بيريح اللعيبه اللي لسه راجعه من المنتخب، محمد عصران طبعا وسيف عابد واللعيبه اللي لسه راجعه من المنتخب، طبعا لسه راجعين من رحله طويله قوي من غانا، فطبعا مريحهم بس اكيد هيبقى ليهم دور. وطبعا عبد محمد عثمان احسن سنتر بلوك في دوره الالعاب الافريقيه. طبعا يعني النهارده السنه دي محمد عثمان لعيب فرض نفسه بشكل كبير جدا على الساحه، وكان يعني مفاجاه السنه دي محمد عثمان حماده شاربه حماده. يعني شايفين ان احنا هيبقى عندنا شبح جديد في الكره الطايره المصريه بعد كابتن طبعا هاني مصلحي. محمد عثمان كابتن اشرف عصام بيدي التعليمات للاعيبه نادي سموحه، يعني لعيبه نادي سموحه مركزين عايزين يعملوا شوط تاني كويس بعد الشوط الاولاني. طبعا كانوا لسه ما دخلوش في الجيم، فهنشوف طبعا نادي سموحه هيقدر يجاري النادي الاهلي في المباراه ولا المباراه هتصير في اتجاه واحد ناحيه النادي الاهلي. زي ما حضرتك شايفين التشكيل للنادي الاهلي زي ما هو، احمد عزب وعبد الرحمن الحسيني في مركز 4، ابو صلاح وعبد الله احمد صلاح في مركز 2، وعبد الله صانع العاب، محسن وسعودي في مركز 3، وطبعا معاهم الليبرو المتالق محمد رمضان عبد الحميد جمعه. ونادي سموحه عمل تغييرات في ملعب نادي سموحه ليتدارك الاخطاء، يعني ادم محرم في مركز 4 معاه لعيب رقم 4 في مركز 2 عبد الرحمن محمد صانع العاب. طبعا اتغير الباشا على الارسال مع نادي سموحه، ارسال فلوتر استقبال من احمد عزب، اعداد من عبد الله، كوره بريست ايده كده احمد صلاح لكن قصيره ما قدرش يعمل لها اي حاجه احمد صلاح خارج الملعب. يعني كابتن اشرف رشاد غير صانع العاب ونزل احمد ياسر مكان الباشا صانع العاب تاني. طبعا صانع العاب كان منتخب مصر للناشئين ولاعب نادي سبورتنج السابق احمد ياسر، ارسال فلوتر على احمد عزب استقبال متوسط، اعداد من عبد الله اوت اوف سيستم، كوره كده من احمد صلاح بريست ايده في ملعب نادي سموحه، بلوك من النادي الاهلي تتلم في ملعب نادي سموحه، كوره في مركز 2 كده تعدي صوابع من لعيب رقم 4 عبد الرحمن، اعداد من محمد رمضان لاحمد صلاح كده بريست ايده، كوره اعداد من احمد ياسر في مركز 6 لادم محرم، يعني كوره كده رايحه جايه بطريقه عشوائيه في الملعبين، ولكن بلوك من لاعب رقم 10 نادي سموحه يقدر ياخد بلوك محمد محمود ابراهيم من محسن، يعني محسن ما رجعش، يعني محسن من السباق كده طلع ضرب الكوره اعتمد على طول، ولكن البلوك كان واقف مركز ومصحصح من عفيفي قدر ان هو ياخد بلوك.
على الارسال ما زال صانع العاب نادي سموحه رقم 12 احمد ياسر مدحت. يعني تركيز زي ما حضرتك شايفين كده من بلوكات نادي سموحه، والنتيجه 2-0 لنادي سموحه. احمد ياسر على الارسال بيلعب ارسال فلوتر من مركز واحد، موجه الارسال ناحيه احمد عزب ولكن ارسال في الشبكه. يعني نادي سموحه شايفين ان هو الشوط الثاني بادئ بدايه مختلفه عن الشوط الاولاني، مركزين اكتر، عايزين يعملوا يعني شوط افضل من الشوط الاولاني. طبعا المايسترو عبد الله ظاهر بيدي التعليمات على الارسال، محسن على الارسال، ارسال فلوتر على درونكا، استقبال متوسط، اداء كده بجر في مركز اربعه للاعب عبد الرحمن، بيحط كده كرة بليس سكوت في ملعب النادي الاهلي. دفاعات النادي الاهلي ما قدرتش تعمل اي حاجه، يعني تغييرات كابتن اشرف رشاد من اخر الشوط الاول للشوط الثاني كده قدرت ان هي تعدل كفه ملعب سموحه شويه، قدروا ان هم يتداركوا شويه اخطاء عندهم وبادئين الشوط الثاني بطريقه افضل. على الارسال رقم 14 هشام محمود بيلعب رسالة فلوتر من مركز خمسة، ارسال على احمد عزب، اعداد من عبد الله ولكن كره سهله كده، كره اعداد في مركز اربعه لاحمد عزب، يحاول يلعب على التاتش بلوك ولكن لعيبه نادي سموحه كانت ذكيه، سحبت ايديها كده فالكره خارج الملعب من احمد عزب. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده نادي سموحه معتمد على في بدايه الشوط الثاني كده بالارسالات الموجهه لاحمد عزب، عايزين يخرجوه من الجيم. يعني في تعليمات كده الارسالات تتلعب موجهه لاحمد عزب. اللاعب رقم 14 هشام محمود على الارسال بيلعب ارسال موجه ولكن في الشبكه، ولتصبح النتيجه 2 النادي الاهلي 4 نادي سموحه في الشوط الثاني. على الارسال العالمي احمد صلاح بيلعب ارسال طبعا من ايديه الشمال من مركز خمسه، تركيز من ابو صلاح العالمي لواندر وعبد الرحمن سعودي اهو في قمه التركيز، ارسال سبايك، ارسال كده بريسلي ده على ادهم محرم، اعداد احمد ياسر لادهم محرم كده في مركز اربعه، يلعب على التاتش بلوك، اعداد من عبد الله كده بريست ايده بالبجر، كره تعدي تشانس في ملعب نادي سموحه، اعداد من احمد ياسر، كره تتضرب كده تشانس كفر من احمد صلاح، اعداد من عبد الله، كره تعدي من لواندر كده في ملعب نادي سموحه، كره بذكاء هتعدي في ملعب النادي الاهلي سهله، تشانس عبد الرحمن الحسيني، عبد الله، اعداد في مركز اربعه لاحمد عزب، كره حلوه قوي ولكن يعني الرالي لسه شغال، كره الحكم كابتن تغريد تحسب ان الكره فور باص، يعني لعيبه نادي سموحه لمسوا الكره اربع لمسات وده مخالف للقانون، يعني لمس الكرة بيكون ثلاث لمسات فقط، يعني ضحكة كده من كابتن تغريب بتقول لهم لا الكرة أربع لمسات، يعني ضرب صاحب من أحمد عزب، كرة ثانية الثالثة الرابعة تحسب فور باص على نادي سموحة. على الإرسال العالمي أبو صلاح، إرسال سبايك من أبو صلاح، إرسال قوي جدا على درونكا، إعداد من أحمد ياسر في مركز اثنين لعبد الرحمن، في مركز اثنين كده يلعب بريست إيده، كرة ناحية عبد الله، كرة معدية، يعني عبد الله حاول إن هو حاول إن هو يلحق الكوره كده بس الكوره كانت عدت في ملعب نادي سموحه. على الارسال عفيفي رقم 10 وعنصر الخبره في نادي سموحه لعيب مركز 3، ارسال مع عفيفي بيلعب ارسال من مركز 5 كده موجه، تركيز من عفيفي شديد، هيلعب ارسال ناحيه مركز 1 على الليبرو محمد رمضان، استقبال ممتاز، كوره حلوه قوي قوي قوي، يعني انت بتلعب رساله موجهه راح تلعب على الليبرو احسن لاعب في الملعب في من ناحيه الاستقبال محمد رمضان، استقبال وكوره روعه من عبد الله كده لسعودي لا تصد ولا ترد في ملاعب نادي سموحه. نقطه للنادي الاهلي 4 نادي الاهلي 5 نادي سموحه. على الارسال احمد عزب، احمد عزب الشرباجي، ارسال سبايك، استقبال من ادهم محرم، اعداد من احمد ياسر في مركز 4 لادهم، كوره كده بريست ايده من ناحيه عبد الله، يعني ادهم حاول ان هو يلعب بذكاء، طلع له عبد الله عبد السلام طبعا بلوكه عالي جدا هو وعبد الرحمن سعودي، فطبعا قال لك انا هروح فين من الناس دي، فلعب كوره بريست ايده كده ناحيه مركز واحد عند ابو صلاح ما قدرش يعمل لها اي حاجه، بريست ايده بذكاء. على الارسال رقم 4 لاعب مركز 2 عبد الرحمن محمد توفيق بيلعب رسالة سبايك، رسالة سبايك ولكن خارج الملعب، يعني حاول ان هو يحط ريسك جامد قوي في الارسال ولكن فتح ريست ايده كده لبره فالكوره خرجت لبره الملعب. على الارسال عبد الرحمن سعودي لعيب مركز 3 في النادي الاهلي، ومشاورات كده ما بين عبد الله بيتفق معاهم على الفنت في الكره الجايه هتبقى الكره ماشيه ازاي، ارسال من سعودي من مركز 5 بيلعب رسال فلوتر موجه اكيد هيلعب على ادهم محرم، فعلا لعب عليه رسال، اعداد لعبد الرحمن في مركز 1، كوره كده تضرب ديفنس من ابو صلاح، كوره حلوه قوي، يعني استقتال في الملعب النادي الاهلي ولكن انا عبد الله واحمد عزب دخلوا في بعض كده، يعني فدائيه شديده قوي من احمد عزب وعبد الله بيحاولوا ان هم يعملوا رولينج كده على الكوره ودايف، الاثنين دخلوا في بعض ان شاء الله بسيطه، يعني عبد الله دخل احمد عزب دخل في رجل عبد الله عبد السلام كده، يعني في الفدائيه اللعيبه بتحاول على قد ما تقدر ان هي الكوره ما تقعش في ملعب النادي الاهلي بسهوله،
والدكتور زي ما حضرتك شايفين كده دخل الملعب، ولكن يعني بسيطة، يعني ان شاء الله تكون بسيطة ما بين عبد الله واحمد عزب. يعني طبعا الكرة لما بيحصل صدام او بيحصل اصابة في الملعب، طبعا الحكم بيوقف الملعب والكرة هتبقى اجيم بول. فكرة معادة والارسال مع النادي الاهلي، مازال الارسال مع عبد الرحمن سعودي زي ما حضراتكم شايفين كده. الكابتن تغريد اشارت بالكرة معادة، وما زالت النتيجة 6 نادي سموحة 5 النادي الاهلي. على الارسال عبد الرحمن سعودي لعيب مركز 3 بيلعب ارسال من مركز 5 موجه، طبعا بيلعب رسالة موجهة ما بين مركز 5 و6 في نادي سموحة. طبعا خلاص فهمنا وعرفنا التكتيك اللي احنا ماشيين بيه، يعني الرسالة هيتلعب اهو متوجه على ادم محرم وعلى لعيب مركز 4 التاني. كرة اداة في مركز 3 لعيب رقم 8 من نادي سموحة اياد باسل، من ناشئين نادي سموحة اياد باسل. كرة كده سريعة من احمد ياسر، يعني حاول ان هو يخادع بلوكات النادي الاهلي. يعني عارفين ان احنا في البوزيشن ده او في اللفه دي الارسال بيتلعب ما بين مركز 5 و6، الكره بتترفع زي ما حضراتكم شايفين في مركز 4 ولكن غير الاعداد في مركز 3. ارسال سبايك كده بنقطه ايس من ادهم محرم على محمد رمضان في مركز 1، يعني اعتمد كده محمد رمضان ان الكره هتبقى خارج الملعب ولكن الكره داخل الملعب. كره انسايد من ادهم محرم بارسال سبايك. النتيجه 8 نادي سموحه 5 النادي الاهلي. الارسال مع ادهم محرم، ارسال سبايك على محمد رمضان، استقبال ممتاز، اعداد في مركز 3 لمحسن، الكره هتعدي سهله. عبد الله عبد السلام، اعداد من محسن لابو صلاح في مركز 1، بريست ايده كده ديفنس من عبد الرحمن، اعداد في مركز 1 لعبد الرحمن، كره مضروبه على اللاين، دفاعات روعه من محمد رمضان، اعداد لعبد الرحمن الحسيني، كره صوابع حلوه قوي عبد الرحمن الحسيني، شغل دماغه يعني لقى ان البلوك قافل معاه صح، وهو الكره مقطومه مرفوعه له مقطومه، استخدم ذكاء وراح حاططها صوابع كده في نص الملعب نادي سموحه، لا تصدر ولا ترد. يعني لعيبه نادي سموحه بيبص كده لبعض ما يقدروش يعملوا لها اي حاجه، يعني في نقط كده بيبقى اللعيب محتاج منها ذكاء اكتر من ان هو يضرب كره جامد. ارسال قوي من عبد الله عبد السلام ناحيه ادهم محرم، اعداد في مركز 4، بلوك ديفنس من درونكا، الكره هتعدي سهله من ادهم محرم دفاعات النادي الاهلي. احمد عزب، اعداد من عبد الله، كره لعبد الرحمن الحسيني، ديفنس من نادي سموحه، الكره هتعدي سهله، ضرب من مركز 1 لعبد الرحمن لاعب نادي سموحه، ديفنس من احمد عزب، اعداد من عبد الله لعبد الرحمن الحسيني، حاول ان هو يحط الكره صوابع تاني بنفس الطريقه، ولكن يعني لعيب عشري بصير نادي سموحه قال له لا، يعني مش كل مره تسلم الجره كده، يعني الاولانيه انت عديت مني يا حسيني، الكره الثانيه انت مش هتعرف تعدي. يعني قفل ايده صح في البلوك، وقدر عشري صانع العاب نادي سموحه ان هو ياخد بلوك. ارسال مع لعيب مركز 3 اياد، ارسال فلوتر، اعداد من عبد الله للحسيني، بلوك ساحق 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 من نادي سموحه، يعني سنجل بلوك من لعيب رقم 4 عبد الرحمن، لعيب مركز 2 الاوبزيت راح خد بلوك من مركز 4 عبد الرحمن الحسيني، سنجل بلوك قوي جدا جدا، يعني بلوك قوي جدا من نادي سموحه. النتيجه 10-6 لنادي سموحه. الارسال لعيب رقم 8 اياد من نادي سموحه، استقبال من محسن، كرة هتعدي سهلة في دفاعات في ملاعب نادي سموحة، اعداد في مركز 1 لعبد الرحمن، لاعب على التاتش بلوك، كرة بذكاء كده، طبعا فرناندو هيطلب تايم اوت، طبعا طبعا، يعني فرق السكور كبير قوي لنادي سموحة 11-6 لنادي سموحة. يمكن نادي سموحة الشوط الثاني بيعبر عن نفسه بقوة، استقبال اتحسن كتير، الضرب بقى افضل، بقى في تركيز في الارسال. يعني النادي الاهلي خد تايم اوت فرناندو علشان خاطر يعالج السلبيات اللي حاصله في الشوط الثاني ويتدارك النقاط بسرعه. يعني زي ما شايفين كده فرناندو بيتكلم على الرفع، الكره لازم تكون مشدوده على العصايه، واستقبال الكره الاولى لازم تكون واصله لعبد الله مظبوطه علشان خاطر يقدر ان هو يعمل الفنت ويخلخل بلوكات ودفاعات نادي سموحه. هنشوف طبعا التايم اوت اللي خده فرناندو هيجني بثماره ولا نادي سموحه ليه راي ثاني. على الارسال مازال اياد رقم 8 لاعب نادي سموحه، تركيز من اياد، هيلعب ارسال فلوتر طبعا موجه على لعيبه مركز 4 في النادي الاهلي، استقبال من احمد عزب صوابع، اعداد من عبد الله للحسيني، كوره مضروبه كده بريست ايده في مركز 1 لا تصد ولا ترد، يعني خد اللعيب كده على اللاين قال له هفتكر ان هو هيضرب على اللاين، وراح معدي الكوره منه من لعيب هشام محمود لاعب مركز 4 في نادي سموحه، وطبعا عفيفي ما قدرش يضم
بريست ايده كده الحسيني نقطه بذكاء جدا للنادي الاهلي على الارسال. عبد الرحمن الحسيني لاعب النادي الاهلي رقم 8 استقبال من ادم محرم ممتاز، اعداد من عشري، كوره في مركز 6 ولكن محسن مصحصح لها وبلوك، اعداد في مركز 1، كوره خارج الملعب، كوره خارج الملعب من عبد الرحمن توفيق، يعني حاول كده ان هو يضرب الكوره في اخر الملعب بس ريست ايده فتح لبره. نقطه للنادي الاهلي، يعني بعد التايم اوت النادي الاهلي قدر ان هو يحصل على نقطتين، يبقى التايم اوت جاب نتيجه. الارسال مع عبد الرحمن الحسيني، ارسال سبايك قوي، استقبال متوسط من ادهم محرم، هتعدي سهله، هيضرب عبد الرحمن كوره بريست ايده كده حاول يحطها في ملاعب النادي الاهلي ولكن نقطه للنادي الاهلي. تركيز شديد من لعيبه النادي الاهلي يرجعوا في الجيم بعد فرق السكور كان 5 بونت بقى نقطتين. الارسال مع عبد الرحمن الحسيني، طبعا كابتن اشرف رشاد خد تايم اوت، طبعا يعني الكاتشانه بتبقى مهمه قوي في النقاط دي، يعني فرناندو لما لقى ان فرق 5 نقط لنادي سموحه خد تايم اوت، قدرنا بفضل التوجيهات والتركيز من لعيبه النادي الاهلي ان احنا نحصل على 3 نقاط مباشره ورا بعض. فتمام يعني احنا زي ما شايفين كده تايم اوت من كابتن اشرف رشاد، خد تايم اوت علشان خاطر يتدارك السلبيات اللي عنده في نادي سموحه. والارسال مازال مع عبد الرحمن الحسيني، يعني النادي الاهلي رجع في الجيم تاني على الارسال عبد الرحمن الحسيني، ارسال سبايك من مركز 5، ارسال سبايك خارج الملعب، يعني طبعا بعد التايم اوت لازم الرسال يتحط في الملعب، بحاول ان هو يلعب رسال بريسك كبير جدا بس كان خارج الملعب. النتيجه 9 النادي الاهلي 12 نادي سموحه. على الارسال صانع العاب نادي سموحه 10، ارسال فلوتر في الجامب، استقبال من احمد عزب، اعداد من عبد الله لابو صلاح، كوره بريست ايده كده يلمها دفاعات نادي سموحه، اعداد في مركز 4، كفر من نادي سموحه، الكوره هتترفع في مركز 2 لعبد الرحمن بيلعب على التاتش بلوك ولكن الكوره خارج الملعب. نقطه للنادي الاهلي، يعني اعتراضات كده من نادي سموحه على الحكم وبتطلب رئيس الشوط علشان تقول له ممنوع الكلام مع التحكيم خالص، يعني الكوره من 10 كده لعبد الرحمن في مركز 2 ضرب الكوره لكن خارج الملعب، الكوره بعيد قوي على التاتش بلوك. نقطه للنادي الاهلي. طبعا في النقط دي هنشوف خبرات كبيره جدا من لعيبه النادي الاهلي هتقدر ان شاء الله ان هي ترجع في الجيم. على الارسال محسن على الارسال، لعيب مركز 3 من النادي الاهلي بيلعب ارسال موجه ولكن خارج الملعب، يعني ارسال حاول ان هو يلعب رسال موجه كده على لعيب مركز 5 و6 ولكن ريست ايده فتح لبره، كوره اوت لنادي سموحه. على الارسال نادي سموحه، لعيب رقم 14 هشام محمود بيلعب رسال سبايك، رسال كده سبايك فلوتر، اعداد من عبد الله، كوره لاحمد عزب بلوك ولكن شبكه من لاعب عبد الرحمن لاعب نادي سموحه، يعني الكوره مرفوعه من المايسترو عبد الله لاحمد عزب كده بسنجل بلوك، نطق لعيب مركز 3 عفيفي بلوك كده على التاتش بلوك لكن شبكه من لاعب نادي سموحه، كوره كده حلوه من عزب. على الارسال ابو صلاح، يعني عايزين نقطتين كده 3 بالارسال يا ابو صلاح، ارسال قوي جدا من ابو صلاح ولكن خارج الملعب، خارج الملعب من ابو صلاح. نتيجه 14 نادي سموحه 11 النادي الاهلي. كابتن اشرف رشاد بيدي تعليمات كده لجبل يمكن هينزله او حاجه. على الارسال عفيفي عنصر الخبره في نادي سموحه بيلعب ارسال فلوتر موجه، استقبال من احمد عزب، اعداد من عبد الله، كوره سريعه حلوه قوي، كوره حلوه قوي من مايسترو كده لسعودي، يعني تريد مارك كده لعبد الله عبد السلام المايسترو، كوره في مركز 3 اياد ما قدرش يعمل لها اي حاجه، لف بريست ايده عبد الرحمن سعودي في مركز 1 ما قدرش يعملها ديفنس عشري، ونقطة للنادي الأهلي. طبعا تغيير عمله فرناندو، نزل سيف عابد مكان عبد الله ونزل حسام يوسف الدكتور حسام يوسف مكان أحمد صلاح لتقوية الحالة الصد والضرب القوي من على الشبكة. إرسال إعداد في مركز 4، بلوك كرة داخل الملعب، داخل الملعب بلوك صاحب من عبد الرحمن الحسيني وسعودي، نقطة للنادي الأهلي، يعني كرة اترفعت لعبد الرحمن في مركز 2 لاعب نادي سموحة لكن عبد الرحمن الحسيني قافل ريست إيده وقافل إيده صح في البلوك، قدرنا ناخد الكرة، نقطة للنادي الأهلي. على الإرسال أحمد عزب الشربجي، إرسال سبايك من أحمد عزب، إرسال قوي، استقبال لاعب مركز 4 إعداد من عشري لأدهم محرم،
كرة على التاتش كده، لكن حسام يطلعها، كرة ترفع لسيف عابد، بريست ايده حلو قوي يا سيف، حلو قوي قوي، يعني استخدم فيها الذكاء، يعني سيف كده نازل عايز يثبت نفسه، راح داعب الكرة بريست ايده كده ما لحقش يرجع، فراح لعبها بريست ايده على ادم محرم، بريست ايده في مركز واحد في مركز خمسة كان مقدم درونكا ما لحقش يعمل لها اي حاجة. نقطة 14 14 ارسال احمد عزب، استقبال اعداد في مركز اربعه من عشري لادم محرم، كوره بريست ايده كده من اربعه في خمسه كده قدر يعدي من البلوكات النادي الاهلي ادم محرم، زي ما حضراتكم شايفين كده كوره بوش باس من عشري لادم محرم، لعب كوره بريست ايده عدى من بلوكات النادي الاهلي. الارسال عبد الرحمن محمد توفيق اوبزيت نادي سموحه، استقبال من حسيني، اعداد من حسام، كرة مسقطة كده من سعودي، كرة تعدي سهلة في ملاعب النادي الأهلي لحسين يطلعها، إعداد من حسام، كرة في أربعة، اسقاط، نقطة حلوة قوي للنادي الأهلي، يعني الحسيني كده لقى إن لعيب مركز واحد مؤخر شوية فقال أحط الكرة بليس، نقطة سهلة جدا للنادي الأهلي، إعداد من الدكتور حسام، كرة اسقاط كده في ملعب ما قدروش يعملوا لها حاجة ولا إياد ولا عشري، بيبصوا لبعض، نقطة للنادي الأهلي، 15 15، يعني الجيم ده غير الجيم الأولاني خالص، الجيم ده سجال كده وماشي نقطة بنقطة ما بين النادي الأهلي ونادي سموحة. على الإرسال عبد الرحمن سعودي، إرسال فلوتر على أدم محرم، إعداد في مركز واحد لعبد الرحمن، بلوك على التاتش، بلوك عبد الرحمن كده لعيب صغير بس بيعرف يلعب، بيلعب بذكاء، لعب على التاتش بلوك مع عبد الرحمن الحسيني على ايده وعلى بره، زي ما حضراتكم شايفين كده لاعب على التاتش بلوك، يعني محسن بيقول لعبد الرحمن سعودي نعوض الكوره جاي. على الارسال عبد ادم محرم، ارسال سبايك من مركز واحد، استقبال النادي الاهلي، اعداد من حسام، كوره مرفوعه لسيف عابد في مركز اثنين بسنجل بلوك، قدر ان هو يحصل على النقطه 16 للنادي الاهلي، 16 16، كرة من دكتور حسام كده مع في اعداد في مركز اثنين لسيف عابد بسنجل بلوك، لعيب رقم 14 من نادي سموحه هشام ما قدرش ان هو يعمل لها اي حاجه. على الارسال سيف عابد لعيب النادي الاهلي ومنتخب مصر، تركيز شديد على الارسال، ارسال سبايك، استقبال متوسط، اعداد من عشري، نقطه نقطه حلوه قوي للنادي الاهلي، ارسال قوي من سيف عابد، قدرنا ان احنا ناخد نقطه للنادي الاهلي، يعني الارسالات القويه هي السلاح القوي جدا للنادي الاهلي، لازم نستغلها، نستغل الارسالات القويه. ارسال كان قوي من سيف عابد، بيلعب ارسال سبايك من مركز واحد في ريسك كبير. على الارسال سيف عابد، ارسال سبايك، لكن لمس خط نهايه الملعب، يعني لاين كده كابتن تغريد بتقول داس على اللاين، نقطة للنادي سموحة، ولا يهمك يا سيف، نعوض نعوض في الكور الجاية. تغيير في ملعب نادي سموحة، خروج اللاعب إياد رقم 8 ونزول لاعب رقم 9 هشام أشرف شاطر، يعني طبعا أكيد الغرض من التغيير ده إرسال تكتيكي أكيد من كابتن أشرف شاطر بتقوية الإرسال في نادي سموحة. هنشوف هيعمل إيه هشام. إرسال من هشام، هيلعب إرسال سبايك ولكن في الشبكة. يعني شكرا، التغييره دي كانت في مصلحه النادي الاهلي، يعني لا حاول ان هو يلعب ارسال بريسك ولكن ارسال في الشبكه. النتيجه 18 النادي الاهلي 17 نادي سموحه. على الارسال الصاعد الواعد عبد الرحمن الحسيني، يعني هو بالمناسبه اخو الكابتن محمد الحسيني مدرب فريق النادي الاهلي. على الارسال عبد الرحمن الحسيني، ارسال سبايك، استقبال من درونكا، اعداد من عشر، الكوره العفيفه في مركز ثلاثه، ديفنس ولا اروع من لواندر، طلع كرة عدي سيف عابد، كرة تشانس في ملعب نادي سموحة من اعداد من عشري، كرة في مركز اربعة ديفنس، كرة كده على الشبكة هتعدي سهلة في ملعب النادي الاهلي، كرة عدت سهلة، اعداد من عبد الرحمن الحسيني لاحمد عزب، كرة بريست ايده كده ولكن خارج الملعب، يعني احمد عزب حاول ان هو يلعب الكرة في بريست ايده كده في مركز خمسة لكن ريست ايده فتح لبره الكرة خارج الملعب، يعني اعداد من عبد الرحمن الحسيني رفعها لاحمد عزب، كرة كانت مظبوطة لكن خارج الملعب. نتيجة 18 18. على الارسال صانع العاب نادي سموحة عشري، بيلعب ارسال موجه فلوتر، مركز في الارسال، استقبال من احمد عزب جيد، اعداد من دكتور حسام، اعداد لسيف عابد، كورة حلوة قوي قوي، يعني في تناغم كبير قوي ما بين الدكتور حسام وسيف عابد كده، اول ما نزلوا هما الاثنين
اعداد في مركز واحد لسيف عابد، قدر ان هو يخلص الكوره من مركز واحد نقطه حلوه قوي للنادي الاهلي. نكمل على كده يا شباب، ارسال من محسن مركز خمسه، ارسال فلوتر بيلعب ارسال موجه على ادهم محرم، استقبال متوسط اعداد من عشري في مركز اربعه لعبد الرحمن، بلوكه قوي جدا ولكن يلموها، بيحاول معاه درونكا وراح معاه عشري يحاول، ولكن نقطه للنادي الاهلي، نقطه حلوه قوي قوي في وقت حساس جدا من الدكتور حسام. يعني دكتور حسام يمتاز غير صانع الالعاب، قوي جدا بلوكاته قويه جدا، هو عبد الرحمن سعودي قدروا يقفلوا الزاويه كويس قوي على اللاعب عبد الرحمن لاعب مركز 2 نادي سموحه، ما قدروش يعملوا له اي حاجه ولا تراي، ونقطه للنادي الاهلي 20 النادي الاهلي 18 نادي سموحه. على الارسال محسن بيلعب ارسال فلوتر لعيب مركز 3 النادي الاهلي، استقبال صوابع من ادهم محرم، اعداد في مركز 2 كده لعب على التاتش بلوك هشام محمود لعيب مركز 4 كده، لان البلوكات عالي قوي من النادي الاهلي فحاول ان هو يضمن الكوره فضربها بريست ايده كده ناحيه مركز 5 على التاتش بلوك مع احمد عزب، ما قدرش يعمل لها اي حاجه. نقطه لاعب هشام محمود لاعب نادي سموحه. على الارسال هشام لوبزت لاعب اربعات بيلعب رسالة سبايك من ناحية مركز خمسة، استقبال ممتاز من محمد رمضان، إعداد من حسام يوسف كورة في مركز ستة حلوة قوي 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 لعبد الرحمن الحسيني، هدية من دكتور حسام كده، نقطة للنادي الأهلي، نتيجة 21 النادي الأهلي 19 نادي سموحة. يعني عفيفي كده حاول هو وعبد الرحمن إن هم يضموا مع بعض لكن ما يدروش. على الإرسال دكتور حسام، على الارسال حسام، استقبال من ادهم محرم، اعداد من عشري في مركز اربعه لادهم محرم، حاول يلعب على التاتش بلوك لكن الكره خارج الملعب، باينه ان الكره خارج الملعب، حاول يعدي من سيف عابد وعبد الرحمن سعودي ولكن يعني هم قافلين الشبكه مضلمين الشبكه هم الاثنين، ما قدرش يعمل اي حاجه ادهم محرم، حاول يعدي الكره ناحيه مركز واحد كده بريست ايده، كره خارج الملعب، نتيجه 22 19 لشباب النادي الاهلي. طبعا كابتن اشرف رشاد طلب تايم اوت، النادي الاهلي قدر ان هو يرجع في الشوط بعد ما كان متاخر بخمس نقط ويطلع ثلاث نقط كمان. طبعا فرناندو بيدي التعليمات للسيف على البلوكات، الكره هتترفع منها عندك ناحيه سيف، هنقدر نضم في البلوك ازاي، تعليمات مستمره من كابتن طبعا محمد السيد والكابتن محمد الحسيني الجهاز الفني للنادي الاهلي. على الارسال حسام يوسف صانع العاب النادي الاهلي، تركيز شديد من حسام، يلعب رسالة سبايك من اعلى من مركز واحد، رسال قوي، استقبال النادي سموحة، اعداد من درونكا لعبد الرحمن في مركز اثنين، بلوكات من النادي الاهلي، اعداد من دكتور حسام، كورة حلوة قوي من حسيني، كورة ناحية مركز خمسة كده تاتش في البلوك من مركز ستة، الحسيني حاول يعمل عليها تراي درونكا برجله كده بس ما عرفش، يعني كرة في مركز ستة للحسيني، بلوكات نادي سموحة من عفيفي وهو ده محرم، حاول ان هم يحاولوا ياخدوا الكرة تاتش كده ولكن ما قدروش للكرة يعملوا لها حاجة. على الإرسال حسام، إرسال سبايك، استقبال مركز أربعة، إعداد كرة على التاتش بلوك، إعداد من حسام في مركز اثنين لسيف عابد، كرة على التاتش بلوك يطلعها اللاعب رقم 14 هشام، اعداد في مركز 2 لعبد الرحمن بيلعب على التاتش بلوك، يعني عزب لازم نركز شويه مع لعيب رقم 4 عبد الرحمن، عبد الرحمن بيلعب دايما بذكاء على التاتش بلوك، يعني دايما لازم ارمي ايدك الشمال معاه عشان نقدر ناخد الكوره، تتعوض يا عزب في الكوره الجايه. يعني عبد الرحمن اوبزت نادي سموحه بيلعب على التاتش بلوك كتير. ارسال فلوتر من عفيفي على احمد عزب، اعداد من حسام، كوره في مركز 3 لكن اياد واقف صح، سنتر بلوك نادي سموحه خد البلوك من سعودي، يعني الكوره كانت مسدوقه كده من الاستقبال، حسام قدر احاول يرفعها في مركز 3 لسعودي لكن ما قدرش ان هو يعدي. على الارسال عفيفي، تايم اوت طلبه فرناندو مدرب النادي الاهلي، نادي سموحه قدر ان هو يحصل على نقطتين ورا بعض، فطبعا فرناندو خد تايم اوت علشان خاطر يوجه الاستقبال، شايفينه بيكلم محمد رمضان ليبرو النادي الاهلي بيقول له الاستقبال لازم يكون واصل لحسام صح عشان يقدر حسام ان هو يعمل فنت ويخلخ البلوكات ودفاعات نادي سموحه. هنشوف الكره الجايه هيحصل فيها ايه، يعني التعليمات دايما من فرناندو على توجيه الاستقبال مظبوط لحسام عشان يقدر ان هو يعمل تركيبات هجوميه
على شبكة النادي الأهلي على الإرسال. عفيفي لاعب مركز ثلاثة نادي سموحة، وبلوكات نادي سموحة واقفة مركزة مع لعيبة النادي الأهلي. إرسال على أحمد عزب في مركز واحد، إعداد في مركز ثلاثة بي كده لسعودي. كرة تعدي سهلة، تعدي من عشري سهلة الحسيني، إعداد من حسام، كرة بي بس قصيرة تتلم في ملعب سموحة. أدهم هيلعب على التاتش بلوك، هيلعب على التاتش بلوك، إعداد من حسام لأحمد عزب في مركز اثنين. كرة على التاتش بلوك تتلم من لعيب مركز أربعة، إعداد من عشري الأدهم محرم على التاتش. كرة شبكة على النادي الأهلي، يعني شبكة ما بين عبد الرحمن سعودي واحمد عزب كده، هما الاثنين بيتكلموا مين اللي جاب شبكه فيهم. يعني نقطه حساسه قوي جدا في النقاط دي، لازم يكون فيها تركيز شديد قوي من ناحيه البلوك، يعني بلوك الشبكه من سعودي واحمد عزب. نتيجه 22 نادي سموحه 23 النادي الاهلي. ارسال مع عفيفي، استقبال من احمد عزب، اعداد من حسام، كوره في مركز اربعه، بلوك من نادي سموحه، يعني كوره مرفوعه لسيف في مركز ثلاثة في مركز أربعة عفوا لسيف عابد، حاول ان هو يعدي من البلوكات، ولكن اياد وعبد الرحمن واقفين صح في بلوكات نادي سموحة، قدروا ان هم ياخدوا بلوك من سيف عابد. نتيجة 23-23 على الارسال. عفيفي، ارسال موجه على احمد عزب، استقبال حسام في مركز اثنين، سنجل بلوك من ادم محرم. يعني كرة مرفوعة كويس جدا جدا من حسام في مركز اثنين لاحمد عزب بسنجل بلوك، لكن احمد عزب ما قدرش ان هو يعدي من ادم محرم، يعني كان قافل ايده صح ادم محرم، قدر ان هو ياخد بلوك. نتيجه 24 نادي سموحه 23، يعني مش عاجبه الاداء فرناندو. ارسال من عفيفي، استقبال من احمد عزب، اعداد من حسام، كوره في مركز سته، حلوه قوي حلوه قوي، لكن كوره لمس خط مركز خط الثلاثة متر من عبد الرحمن الحسيني لينتهي الشوط 25-23 لنادي سموحة. نادي سموحة في الشوط الثاني يعني قدر يعمل كامباك كده ويتدارك أخطاءه في الشوط الأولاني، ولكن النادي الأهلي لسه عنده كتير. يعني لعيبة النادي الأهلي أكيد 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 هتصلح من 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 من, من اللي حصل في الشوط أو الشوط الثاني، وهنقدر بإذن الله إن احنا نرجع في الشوط الثالث والرابع بإذن الله ونحسب المباراة لصالحنا. يعني كان نتيجة الشوط الأول للنادي الأهلي 25-13، الشوط الثاني 25-23 لنادي سموحة. زي ما حضراتكم عارفين مباراة النهاردة ما بين نادي سموحة ونادي الأهلي في إطار دور الثمانية لمنافسات كأس مصر موسم 2023-2024. طبعا كابتن اشرف رصاد بيدي تعليمات للاعيبته، وفرناندو طبعا مش عاجبه الاداء، يعني بيتكلم ان احنا عندنا احسن من كده. وطبعا كابتن محمد السيد واقف برده بالكتاب، هو كابتن محمد الحسيني بيوجهوا اللعيبه، بيوجه احمد عزب وحسام وباقي لعيبه النادي الاهلي، يعني محتاجين ان احنا نركز اكتر من كده، ولسه عندنا اكتر من كده. طبعا يعني لعيبه النادي الاهلي لعيبه خبرات كبيره جدا، لعيبه بتلعب في مستويات عاليه، فان شاء الله هيتداركوا الشوط اللي احنا خسرناه الشوط الثاني، وهنقدر ان احنا باذن الله في الشوط الثالث ان احنا نقدم مستويات اعلى من كده بكتير، طبعا بفضل خبرات لاعبتنا الكبيره. يعني انت عندك خبرات كبيره جدا، احمد صلاح العالمي، المايسترو عبد الله عبد السلام، دكتور حسام، لعيبه كتيره جدا تقدر ان هي تصنع الفارق للنادي الاهلي. يعني كابتن اشرف رشاد بيدي التعليمات لنادي سموحة، واللمسات الأخيرة وكتابة الدوران الملعب لنزول اللعيبة. زي ما حضراتكم شايفين لعيبة النادي الأهلي نزلت الملعب، حسام يوسف في مركز صانع ألعاب، معاه سيف عابد، محسن وسعودي في مركز ثلاثة، وعبد الرحمن الحسيني وأحمد عزب في مركز أربعة. يعني الشوط ده بدأ بحسام يوسف في مركز صانع الألعاب مكان عبد الله عبد السلام، وسيف عابد مكان احمد صلاح في مركز اثنين، ولعيبه نادي سموحه ادم محرم في مركز اربعه، معاه لعيب رقم 14 هشام في مركز اربعه الاوبز، عفيفي في مركز ثلاثه معاه اياد اوبزت ليه، عبد الرحمن في مركز اثنين لعيب اوبزت نادي سموحه، ومعاه عشري صانع العاب وليبرو درونكا. هنشوف لعيبه النادي الاهلي هتعمل ايه في الشوط الثالث من مجريات المباراه.
يعني تركيز اهو، شايفين اللعيبه بتحمس بعض وبتقول لازم الشوط ده نعمل احسن اداء وافضل اداء عندنا. كابتن تغريد بتاخد وضع الاستعداد لبدايه الشوط الثالث على الارسال للنادي الاهلي، على الارسال عبد الرحمن الحسيني لاعب مركز اربعه، ارسال سبايك استقبال من درونكا اعداد من عشري في مركز ثلاثه، يعني التلامس كده يعني في اعتراض من لعيبه النادي الاهلي بيقولوا ان الكوره معديه في ملاعب النادي الاهلي، لكن كابتن تغريد لها راي ثاني. كوره اهو زي ما شايفين عشري بيرفعها، حصل تلامس من احمد عزب، نقطه الاولى لنادي سموحه. يعني في كلام كده ما بين حسام كابتن الشوط في النادي الاهلي والحكم الاول ان الكوره في ملعب النادي الاهلي، ولكن الحكم ليه راي ثاني. على الارسال عفيفي عنصر الخبره في نادي سموحه، يلعب ارسال فلوتر موجه، بيلعب ارسال فلوتر استقبال من محمد رمضان ليبرو النادي الاهلي، اعداد من حسام، كوره حلوه قوي 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 من حسام لمحسن كده بيحمس نفسه وبيحمس لعيبه النادي الاهلي، نقطه حلوه قوي من مركز ثلاثه للنادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني اياد اتثبت فيها حاول فيها، لكن محسن بكل قوه يضرب الكوره في نص ملعب نادي سموحه، نقطه للنادي الاهلي. يعني يلا يا شباب يعني روح النادي الاهلي عايزينها ترجع في الشوط ده. على الارسال لعيب مركز ثلاثه محسن، محسن على الارسال بيلعب ارسال فلوتر موجه استقبال من لعيب مركز اربعه، اعداد من اياد، كوره في مركز اربعه لادهم محرم بيحاول يلعب التاتش بلوك ما قدرش يعمل لها اي حاجه، كوره خارج الملعب. يعني كان استقبال متوسط كده اعداد من درونكا لادهم محرم بيضرب الكوره حاول على التاتش بلوك لكن ما قدرش، نقطه للنادي الاهلي 2-1 للنادي الاهلي. على الارسال محسن استقبال من هشام، اعداد في مركز اربعه لادهم محرم بيلعب على التاتش بلوك لكن واقف صح سيف عابد مدخل ايده صح هو وسعودي وقدروا يحصلوا على النقطه للنادي الاهلي. على الارسال محسن، يعني محسن بيلعب ارسال تكتيكي كده ما بين مركز خمسه وسته لعيبه اربعه نادي سموحه على ادم محرم زي ما حضراتكم شايفين كده، ارسال يعني ضغط بالارسال محسن نقطه للنادي الاهلي. يعني فرناندو واقف على الخط بيوجه محسن، هنلعب الارسال ما بين لعيب مركز خمسة ومركز ستة، يعني زي ما حضراتكم شايفين كده مستر اوجوستي والكابتن خالد العودي بيتابعوا المباراة من المقصورة الرئيسية بصالة النادي الأهلي. إرسال محسن لكن في الشبكة، ولا يهمك يا محسن، نقطة النادي سموحة 2 نادي سموحة 4 النادي الأهلي. على الإرسال عبد الرحمن محمد توفيق لاعب مركز 2 نادي سموحة بيلعب إرسال سبايك من مركز 6، ارسال سبايك استقبال من احمد عزب، اعداد من حسام، اعداد لاحمد عزب، كوره قويه لكن بلوك من احمد عشري واياد قدروا ان هم ياخدوا بلوك من احمد عزب. يعني احمد عزب حاول كده ان هو يعدي بريست ايده يلعب على التاتش لكن عشري كان قافل الزاويه مظبوط. على الارسال عبد الرحمن محمد توفيق لاعب نادي سموحه، ارسال سبايك استقبال من الحسيني، اعداد من حسام، كوره في مركز اربعه حلوه قوي من حسام، يعني اياد اتثبت فيها رفع الكوره افتكر ان هو هيرفع الكوره لسعودي في مركز ثلاثه وراح مفند بيه وراح رفع الكوره في مركز اربعه لاحمد عزب لعب على التاتش بلوك، يعني درونكا بيحاول ان هو يعمل عليها تراي ما قدرش. يعني كوره حلوه قوي من حسام ثبت فيها لعيب مركز ثلاثه رفع الكوره بسنجل بلوك لاحمد عزب، نقطه للنادي الاهلي. على الارسال سيف عابد ارسال سبايك لاين لكن لا كرة استقبال، كرة تعدي بلوك ولكن الكرة خارج الملعب، يعني الحكم الراية كده كان رفع ايده ان الكرة لاين فافتكرنا ان الكرة تبقى لاين ولكن كابتن تغيير كان ليها رأي تاني. الكرة زي ما انتم شايفين اوت اوف سيستم مرفوعة لأدهم محرم قدر ان هو يلعبها على التاتش بلوك مع حسام يوسف وفرحان سعودي ما قدروش يعملوا لها حاجة. على الارسال أدهم محرم استقبال اعداد من حسام لاحمد عزب وكوره كده من فوق بريست ايده بليس كده في نص الملعب اسقاط من احمد عزب، يعني قال الكوره اللي قبلها اتاخدت مني بلوك ضربت جامد اشغل دماغي شويه العب بالعقل، نقطه لاحمد عزب في نص ملعب نادي سموحه ما قدروش يعمل ولا حاجه. نتيجه 6 النادي الاهلي 4 نادي سموحه. على الارسال احمد عزب لعيب مركز 4 في النادي الاهلي، ارسال سبايك
استقبال من احمد عداد في مركز ستة، كرة هتعدي سهلة في دفاعات نادي سموحة، شونس درونكا اعداد من عشري، كرة في مركز اربعة لهشام محمد لعب على التوتش، لعيب نادي سموحة بتحاول انها تلعب بذكاء مع البلوكات العالية النادي الاهلي، يعني اعداد من عشري في مركز اربعة طالع له حسام يوسف بلوكاته عالية جدا، قدر هشام بريست ايده يحط الكرة على اللاين في ملعب النادي الاهلي على الارسال، اياد لاعب مركز ثلاثة بيلعب ارسال فلوتر، استقبال من احمد عزب صوابع، اعداد من حسام في مركز واحد لسيف عابد لكن خارج الملعب، يعني بيقولوا ان الكرة تاتش بلوك كده لكن الكابتن تغريد بتقول ما حدش يعترض الكرة خارج الملعب، يعني اعداد من حسام في مركز واحد لسيف عابد ولكن الكرة خارج الملعب، زال الارسال مع اياد، يعني كابتن حكم الاول بيستدعي حكم اللاين مان كده بتتشاور ما بتساله كوره لكن اكد لها ان الكوره خارج الملعب مش تاتش، نتيجه 6-6 في الشوط الثالث ما بين النادي الاهلي ونادي سموحه في دور الثمانيه مباراه كاس مصر، على الارسال اياد يلعب ارسال فلوتر، استقبال من محمد رمضان، اعداد من حسام لعبد الرحمن الحسيني، يعني شاف كده ان لعيبه مركز واحد ومركز اربعه مؤخرين فحط الكوره اسكوت كده في نص الملعب نادي سموحه ما قدروش يعملوا له اي حاجه ولا البلوك ولا دفاعات نادي سموحه قدرت تتحرك للكوره، يعني هشام كده بيقول لعبد الرحمن قرب للكوره بس الكوره كانت بعيده عنهم مؤخرين في الدفاعات، على الارسال سعودي عبد الرحمن سعودي على الارسال، ارسال فلوتر، استقبال من درونكا، اعداد من عشري في مركز واحد لعبد الرحمن يضرب الكوره في البتوين كده ما بين سعودي ومحسن، محسن بيقول له ما تسحبش قوي الكوره اتضربت ما بين مركز خمسة وستة، يعني محسن بيقول له ما تبعدش قوي يعني عايزين نضم مع بعض عشان نقدر ناخد بلوك، كوره عشري قدر ان هو يقلب الملعب في مركز واحد للاعيب عبد الرحمن خلص النقطه، شايفين تشجيع من محمد رمضان ليبرو الفريق وحسام يوسف واحمد عزب كده لبعض، على الارسال نادي سموحه احمد عشري، استقبال اعداد في مركز واحد سيف عابد، كوره لاين يعني طلع حاول ان هو يضرب الكوره من مركز واحد ولكن داس على الخط الثلاثه متر، سيف عابد نقطه لنادي سموحه، نتيجه 8 نادي سموحه 7 النادي الاهلي، على الارسال عشري صانع العاب نادي سموحه، ارسال فلوتر، استقبال احمد عزب، اعداد في مركز اربعه لعبد الرحمن الحسيني، كره على التاتش بلوك حلو قوي ما قدرش عبد الرحمن ولا عفيفي لعيبه نادي سموحه في البلوكات ان هي تعمل لها حاجه، نقطه للنادي الاهلي، يعني عبد الرحمن الحسيني يمتاز بالارتقاء العالي، ضرب الكوره من اعلى نقطه من اعلى نقطه كده وقدر يخلص الكوره للنادي الاهلي، على الارسال حسام يوسف صانع العاب النادي الاهلي، ارسال موجه قوي، استقبال ضعيف، نقطه مباشره للنادي الاهلي، كويس كده يا حسام، يعني عايزين نستغل قدراتك القويه جدا في الارسال، نقدر نسحب 3 4 بونت بالارسالات القويه للنادي الاهلي، يعني ارسال ما بين ادم محرم ودرونكا كده ما بين مركز 5 و6 الاثنين حاولوا يعتمدوا على بعض ما يقدروش يعملوا له حاجه بارسال قوي من حسام، كمان عايزين ارسال كمان يا حسام، ارسال من حسام يوسف صانع العاب النادي الاهلي، ارسال قوي، استقبال من درونكا، اعداد من عشري في مركز ثلاثه العفيفي، ديفنس كويس قوي من ليوندر، اعداد في مركز ثلاثه ثاني على التاتش بلوك محسن حاول فيها ولكن عفيفي قدر يلعب بخبره كده يعدي الكوره من محسن، يعني الكوره الاولى ليوندر ليبرو النادي الاهلي الكوبي حاول فيها وقدر يطلعها، الكوره الثانيه عمل فيها تراي كده ضايف بس ما قدرش يطلعها كانت بعيده عنه، على الارسال هشام محمود لاعب نادي سموحه لاعب اربعات بيلعب رسالة سبايك بيحاول يلعب رسالة سبايك فلوتر كده في خداع ولكن لاعب رسالة في الشبكه، نقطه للنادي الاهلي 10 النادي الاهلي 9 نادي سموحه في الشوط الثالث، يعني توجيهات اهو من حسام يوسف صانع العاب النادي الاهلي اللي لعبته، على الارسال لاعب مركز اربعه عبد الرحمن الحسيني،
تركيز شديد من عبد الرحمن، ارسال سباي قوي على درونكا، استقبال عشري اعداد في مركز 2 لعبد الرحمن، كره سهله ولكن لواندر حاول فيها بس ما قدرش، يعني حاول يعملها كده بريست ايده لفوق اوفر هاند بس ما قدرش، يعني كانت كوره تاتش بلوك كده سهله نقدر كنا نلمها، لواندر حاول فيها في تراي بس ما قدرش، يعني يقول كنت اقدر العبها احسن من كده، تتعود يا لواندر. الكره اللي بعديها على الارسال لعيب مركز 3 رقم 10 عفيفي لاعب نادي سموحه بيلعب رساله فلوتر موجه، استقبال محمد رمضان، اعداد من حسام يوسف بجر كده لاحمد عزب على التاتش بلوك، بيحاولوا فيها لعيبه نادي سموحه، يعني الاستقبال كان متوسط من محمد رمضان، حسام رفعها كده بجر، احمد عزب بريست ايده وحاول يتصرف في الكوره بكل ذكاء قدر يجيب النقطه للنادي الاهلي، نقطه للنادي الاهلي، يعني اعتمدوا على بعض ادم محرم واياد كده ما قدروش ان هم يطلعوا الكوره. على الارسال محسن سنتر بلوك النادي الاهلي، ارسال استقبال من هشام محمود لعيب مركز 4 دقت في مركز 4، كوره مضروبه من ادم محرم، يعني ادم بيأخر ريست ايده قوي بيضرب الكوره من اعلى نقطه، يعني احنا محتاجين يا شباب ان احنا نأخر شويه في البلوك، يعني نأخر شويه في البلوك هنقدر ناخد بلوكات بكل سهوله، شويه تركيز هنبقى احسن من كده بكتير. كوره مرفوعه اوت اوف سيستم لادم محرم كده ما بين بلوكات سيف عابد وعبد الرحمن سعودي، عدت في ملعب النادي، ملعب النادي الاهلي. على الارسال عبد الرحمن محمد توفيق لعيب مركز 2 نادي سموحه، استقبال من عبد الرحمن سعودي، اعداد في مركز 3، كوره حلوه قوي بريست ايده سعودي يلف في مركز 1، حلو قوي من حسام وسعودي، نجيب نقطه للنادي الاهلي، يعني زي ما حضراتكم شايفين كده استقبال ممتاز من الحسيني، اعداد من حسام، كوره مضروبه حلوه جدا من سعودي في مركز 1، يعني هو ده اللي احنا عايزينه يا شباب. على الارسال سيف عابد لعيب مركز 2 النادي الاهلي هيلعب ارسال سبايك، ارسال خارج الملعب ولا يهمك يا سيف، يعني ان شاء الله تعوض في اللي جاي. نتيجه 12-12 في الشوط الثالث ما بين النادي الاهلي ونادي سموحه، يعني حسام هو بيدي تعليمات لسعودي يقول له كل كوره لازم تدخل معايا فيها عشان نخلخل بلوكات نادي سموحه. ارسال من ادم محرم، ارسال سبايك خارج الملعب، شكرا يا ادم، يعني عايزين من كده كتير. تركيز من لعيبه النادي الاهلي على البلوكات زي ما حضراتكم شايفين. على الارسال احمد عزب، ارسال سبايك من احمد عزب، استقبال من درونكا ليبرو نادي سموحه، اعداد في مركز 2 لعبد الرحمن، يعني سعودي كده بيقول للحسيني يعني نحاول نضم مع بعض شويه عشان نقدر ناخد بلوك، يعني الحسيني ايده طالعه بره الشبكه كتير ما يقدرش ياخد بلوك، يعني الحسيني لازم يدخل ايديه شويه اكتر من كده، يعني نبقى قاريين شويه زوايا ضرب لعيبه نادي سموحه. على الارسال اياد لاعب نادي سموحه، على الارسال فلوتر، استقبال من احمد عزب، اعداد من حسام للحسيني، كوره بريست ايده كده حاول يهرب من بلوكات نادي سموحه من عشري وعفيفي بس ريست ايده فتح لبره، كان عايز يضرب الكوره بريست ايده من 4-4 كده بس ما قدرش، ريست ايده فتح لبره الكوره خارج الملعب، يعني الكوره لو كانت جوه الملعب كانت هتبقى كوره ممتازه من عبد الرحمن الحسيني، يعني ان شاء الله تعوض في اللي جايه عبد الرحمن. الارسال مع نادي سموحه، تايم اوت للنادي الاهلي طلبوا فرناندو، النتيجه 14 نادي سموحه 13 النادي الاهلي، توجيهات من فرناندو يعني بيقول للعيبه لازم الكره الاولى توصل لحسام مظبوطه علشان خاطر يقدر ان هو يخلخ البلوكات ودفاعات نادي سموحه ويقدر ان احنا نلعب ايزي جيم على نادي سموحه، يعني توجيهات اهو من كابتن محمد السيد، يعني كابتن محمد السيد لعيب سابق لعيب مركز 3 فبيدي توجيهات طبعا لعبد الرحمن سعودي في التحركات للبلوك وللضرب. على الارسال اياد، ارسال موجه فلوتر، استقبال محمد رمضان، اعداد من حسام في مركز 1 لسيف عابد، بلوك من نادي سموحه، يعني واقفين مركزين قوي لعيبه نادي سموحه مع سيف عابد في مركز 1، قدروا ان هم ياخدوا بلوك وكان مفيش تغطيه كويسه من لعيبه النادي الاهلي. على الارسال اياد، استقبال ممتاز من محمد رمضان، اعداد من حسام، كوره سريع لسعودي، اعداد
لعبد الرحمن الحسيني، كوره حلوه قوي على التاتش بلوك، ما يقدروش يعملوا لها اي حاجه دفاع النادي سموحه. يعني يلا يا شباب، هو محمد رمضان بيقول لهم اهو فوقوا شويه، انا سامعه بيقول لهم فوقوا شويه. فعلا يا شباب لازم نفوق شويه، يعني حتى صوته وصل لنا لحد هنا. كره مضروبه من عبد الرحمن الحسيني حلوه جدا في مركز 6 في نادي في ملعب نادي سموحه، ما يقدروش يعملوا لها حاجه. على الارسال عبد الرحمن سعودي، ارسال من مركز 5، استقبال من ادهم محرم، اعداد من عشري في مركز 1 لعبد الرحمن، لعبد الرحمن لاعب على التاتش بلوك. يعني يا شباب نركز شويه، لعيب رقم 4 الاوبوزيت بتاع نادي سموحه بيلعب معظم لعبه على التاتش بلوك، محتاجين شويه تركيز يا شباب في البلوكات. كره على التاتش بلوك كده خارج الملعب من لعيب عبد الرحمن محمد توفيق لاعب مركز 2 من نادي سموحه. على الارسال احمد ياسر العشري صانع لاعب نادي سموحه، استقبال من الحسيني، اعداد في مركز 1 لسيف عابد يلعب على التاتش بلوك، نقطه حلوه قوي من سيف، برافو يا سيف. كمان يلا لسه يا شباب، لسه يا شباب. على الارسال حسام يوسف صانع العاب النادي الاهلي، شايفين اهو الكلام ما بين لعيبه النادي الاهلي لتحديد زوايا الضرب والبلوكات. ارسال حسام يوسف، استقبال من ادم محرم، اعداد من عشري في مركز 6 لادم محرم، حاول فيها محسن كده يدخل ايده، كرة مضروبه من مركز 6 من ادهم محرم، ما قدرش دفاعات النادي الاهلي ولا بلوكات النادي الاهلي تعمل لها حاجه. حاول محسن كده زي ما حضراتكم شايفين في الكوره، لكن كانت باينه. على الارسال هشام محمود لاعب مركز 4 من نادي سموحه، ارسال في لوتر، استقبال ممتاز من محمد رمضان، اعداد في مركز 3 المحسن، كوره حلوه قوي. ايوه كده يا شباب، ايوه كده، يعني نصحصح كده ونفوق اكتر من كده. استقبال من الليبرو المتميز محمد رمضان، اعداد بي باس كده لمحسن، كوره مضروبه ناحيه مركز 1 ما قدرش يعمل لها حاجه هشام من مركز 1 لعيب نادي سموحه. على الارسال عبد الرحمن الحسيني لعيب مركز 4 بالنادي الاهلي، ارسال سبايك، ارسال قوي جدا، استقبال من نادي سموحه من لاعب هشام، كره تعدي من عبد الرحمن سالا لواندر شانس، اعداد من حسام في مركز 4 لاحمد عزب يلعب على التاتش بلوك. عاش يا احمد، برافو يا احمد. كره مرفوعه من حسام على العصايه كده لاحمد عزب، بريست ايده التاتش بلوك مع اللاعب عبد الرحمن لاعب نادي سموحه، ما قدرش يعمل لها حاجه. كويس كده يا شباب، ايوه كده، هي دي الروح اللي احنا عايزينها. طبعا كابتن اشرف اشوط خد تايم اوت علشان خاطر النادي الاهلي قدر ان هو يرجع في الجيم، يعني هو بيوجه لعيبته، وطبعا حضراتكم شايفين فرناندو واقف بيركز مع لعيبه النادي الاهلي في التوجيه اللعب، يعني بيقول لهم على التكتيك اللي احنا المفروض نشتغل بيه. وزي ما حضراتكم شايفين هو محمد رمضان كمان بيشجع لعيبته، وسيف عابد يعني واقفين طبعا السكاوتنج، طبعا يعني الداتا كل شويه بتجي لهم بالحاجات اللي بتحصل جوه الملعب، بنقطة الضعف في نادي سموحه ان احنا نقدر نشتغل عليها. على الارسال عبد الرحمن سعودي لاعب النادي الاهلي ومركز 4، يلا يا شباب تركيز، ارسال من عبد الرحمن سعودي محسن عفوا حسيني، اعداد في مركز 2، كوره مضروبه ما بين البلوك كده ما بين عزب ومحسن ما بين مركز 6 و1، لاعب عبد الرحمن لاعب مركز 2 من نادي سموحه. محسن كان مؤخر شويه فما قدرش ان هو يوصل للكوره صح. على الارسال عفيفي، ارسال فلوتر، استقبال متوسط محمد رمضان، اعداد في مركز 4 لعزب اوت اوف سيستم يلعب على التاتش، كوره تلم من عفيفي، اعداد من عشري في مركز 2 لعبد الرحمن، كوره مضروبه على اللاين كده لف بريست ايده، محمد رمضان ما قدرش يعمل لها حاجه. النتيجه 19 نادي سموحه 17 النادي الاهلي. لف بريست ايده كده على في مركز 5 محمد رمضان ما قدرش يعمل لها حاجه. فرناندو بيعمل تغيير، نزول عصران وخروج احمد عزب، خروج لعيب مركز 4 ودخول لعيب مركز 4 عصران، يلا عصران محمد جمال عصران. على الارسال عفيفي، استقبال محمد رمضان، اعداد كوره
تو كده لمحسن هتعدي سهله، لكن الحكم بيحسب ان الكوره شيله، يعني الكوره محموله من لعيبه نادي سموحه. يعني يا شباب هنركز في الاستقبال كويس جدا، هيقدر حسام ان هو يعمل تركيبات هجومات خلخل بلوكات ودفاعات نادي سموحه. يعني بيعترض لعيبه نادي سموحه كده على الحكم، ارسال من محسن، استقبال متوسط من ادم محرم، حاولوا يعدوا الكوره، نقطه مباشره بالارسال من نادي الاهلي. كرة ممتازة من محسن، إرسال نقطة مباشرة للنادي الأهلي، حاولوا فيها لاعيبة نادي سموحة لكن ما قدروش يطلعوا على الإرسال. محسن إرسال فلوتر، استقبال من هشام، إعداد في مركز أربعة لأدم محرم، بلوك حلو أوي 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 أوي، أيوة كده يا شباب، برافو برافو، بلوك من سيف عابد وعبد الرحمن سعودي، قفلوا الشبكه ضلموها، يعني ادم محرم ما قدرش. تايمنج ممتاز من عبد الرحمن سعودي، بلوك في وقت ممتاز من عبد الرحمن سعودي، قدر ان هو يقفل الشبكه على ادم محرم. استقبال من هشام متوسط، اعداد من درونكا، كره كره على التاتش، بلوك من ادم محرم مع سيف علي. كويس يا شباب كويس يا شباب، نكمل على كده. على الارسال عبد الرحمن محمد توفيق، صراحة انتوا شايفين النتيجة 20-20 في الشوط الثالث. ارسال عبد الرحمن محمد توفيق، ارسال في الشبكة، شكرا عبد الرحمن، يعني ارسال في الشبكة كده، نقطة هدية للنادي الأهلي. تغيير، خروج حسام يوسف ونزول أحمد صلاح ونزول عبد الله عبد السلام المايسترو وخروج سيف عابد علشان نقوي الشبكة، يعني دي تغييرة تكتيكية من فرناندو علشان خاطر لعيب مركز واحد اللي هو الاوبزيت كان على كان خلفي، دلوقتي لما عملنا التغيير دي بقى ابو صلاح على الشبكه، فنقوي الضرب بتاع النادي الاهلي. ارسال قوي من المايسترو عبد الله، اعداد من عشري في مركز واحد، كوره خارج الملعب، كوره يعني بيعترضوا كده ان الكوره تاتش بلوك، لكن الكوره خارج الملعب من عبد الرحمن محمد توفيق لاعب مركز اثنين من نادي سموحه خارج الملعب. نتيجه 22-20 للنادي الاهلي. تايم اوت طلبه كابتن اشرف رشاد مدرب نادي سموحه، يعني التغييره اللي حصلت دلوقتي بخروج دكتور حسام ونزول احمد صلاح وخروج سيف عابد ونزول عبد الله عبد السلام لتقويه الارسال وتقويه الضرب، يعني احمد صلاح هيبقى على الشبكه دلوقتي فيقدر ان هو يخلص الكور بصوره احسن من سيف عابد لما كان هيبقى في مركز واحد خلفه. توجيهات من فرناندو لعصران عشان البلوكات طبعا، يعني زي ما حضراتكم شايفين احمد صلاح في مركز اربعه، سعودي في مركز ثلاثه، وعصران في مركز اثنين. على الارسال المايسترو عبد الله، ارسال ذكي جدا جدا جدا، نقطه مباشره للنادي الاهلي بالارسال. يعني عبد الله بيعترض كده على الحكم ان الحكم اتاخر في الصفاره، ان الكوره نزلت في ملعب نادي سموحه لكن كانت اتاخرت في القرار، يعني نقطه كده بالارسال ذكي جدا من المايسترو عبد الله عبد السلام. يعني الخبرات بتفرق قوي في النقط دي طبعا، يعني ليه باع كبير قوي المايسترو عبد الله عبد السلام في النادي الاهلي ومنتخب مصر، صانع العاب النادي الاهلي ومنتخب مصر الاول. ارسال في الشبكه من عبد الله، ولا يهمك يا عبد الله. على الارسال ادهم محرم لاعب نادي سموحه لاعب مركز اربعه، هيلعب ارسال طبعا. فرناندو خد تايم اوت، يعني تايم اوت ده ذكي جدا طبعا علشان خاطر ادم محرم ارساله بيبقى قوي، فالتايم اوت يرجع يلعب ارسال ضعيف، وطبعا فرناندو هيشرح دلوقتي التكتيك اللي هيتم في الكوره لما هيتلعب الارسال. يعني الارسال هيجينا اهو زي ما بيقول، اهو زي ما شايفين اهو بيوجه محمد رمضان بيقول له الكوره توصل لعبد الله مظبوطه علشان خاطر يقدر يعمل موجات كده اولى وثانيه يخلخل بيها دفاعات وبلوكات نادي سموحه، فنقدر ان احنا نحصل على النقطه بسهوله. هنشوف دلوقتي التعليمات فرناندو الاسباني مدرب النادي الاهلي، مدير فني النادي الاهلي هيقول ايه وهتعمل ايه. على الارسال ادهم محرم، ارسال سبايك خارج الملعب، زي ما قلت لحضراتكم التايم اوت ده كان مهم قوي، يعني بعد التايم اوت بيبقى الارسال بيلعب ارسال بصوره حذره جدا عشان يعدي، هو ضيعه. شكرا يا ادهم. النتيجه
24-21 للنادي الأهلي على إرسال محمد جمال عصران. إرسال سبايك، استقبال من درونك عداد من عشرة مركز واحد، كورة بلوك ولكن خارج الملعب. التاتش بلوك من عبد الرحمن لاعب مركز 2 من نادي سموحة، بيقدم مستويات كويسة جدا لاعب مركز 2 من نادي سموحة. يعني عبد الرحمن حسين يحاول ان هو ياخد الكورة كده بلوك بس ما قدرش، متعوض يا حسين على إرسال إياد سنتر بلوك نادي سموحة. استقبال محمد رمضان اعداد من المايسترو، الكره للحسيني، كره حلوه قوي قوي قوي، يعني قدر الحسيني وعبد الله كده بتناغم شديد جدا ان هو يحصل على النقطه. 25-22 للنادي الاهلي، مبروك للنادي الاهلي الشوط الثالث، لتصبح النتيجه 2-1 للنادي الاهلي في المباراه. يعني الشوط ده كان رايح جاي ما بين النادي الاهلي ونادي سموحه، بس عنوان الشوط الثالث الخبرات، الخبرات للنادي الاهلي قدرت ان هي تحسم الشوط للنادي الاهلي. يعني عبد الله واحمد صلاح دايما بينزلوا في النقط الحاسمه، بيقدروا ان هم يخلصوا بخبراتهم الكبيره قوي، زي ما حضراتكم شايفين اهو الحسيني كابتن محمد الحسيني الكبير واخوه الصغير عبد الرحمن الحسيني لاعبي النادي الاهلي، توجيهات من عبد الله اهو بيقول لهم لسه المباراه ما خلصتش، والمدير الاداري كابتن عبد اللطيف عثمان طبعا واقف من ورا بيأزر الفريق طبعا، يعني كلهم على قلب رجل واحد زي ما بيقولوا. لسه شباب لسه عندنا شوط كمان، توجيهات اهو من فرناندو بيكلم لعيبه هل هيعمل تغييره ولا هنبدا الشوط الرابع زي ما انتهينا بالشوط الثالث. كابتن اشرف رشاد بيوجه اياد لعيب سنتر بلوك نادي سموحه، بيقول له لازم نضم في الركاب اكتر من كده. يعني نادي سموحه الشوط الاولاني كان بعيد جدا، قدر ان هو يفوز بالشوط الثاني، الثالث كان بيحاول، بس طبعا النادي الاهلي قدر بخبراته وبالمستويات العاليه والفنيه العاليه جدا قدر يحسم الشوط الثالث لصالحه. زي ما حضراتكم شايفين كابتن محمد السيد سايكو بيدي التعليمات وبيكتب دوران الملعب مع فرناندو بعد ما خدوا السكاوتنج داتا من السكاوتنج تيم عندهم على التاب اهو، كل حاجه بتبقى موجوده، يعني الزوايا الضرب الشارتس كلها، الزوايا الضرب الارسالات، كل حاجه بتبقى موجوده عندهم. يعني اللعيب بيبقى نازل الملعب بيبقى عارف في كل حاجه، عارفها عن الفرق اللي قدامه، نقاط القوه والضعف. يعني فرناندو بيوجه اللعيبه زي ما حضراتكم شايفين في البلوكات ازاي ان احنا نقدر نقفل البلوكات صح، نقدر التايمنج بتاع البلوك يكون مظبوط، والديفنسات وطبعا تركيز شديد قوي من لعيبه النادي الاهلي للتعليمات من المدير الفني للنادي الاهلي الاسباني فرناندو. يعني الشوط الرابع هيبدا دلوقتي ما بين النادي الاهلي ونادي سموحه، وزي ما حضراتكم عارفين نتيجه المباراه 2-1 في الاشواط للنادي الاهلي في مباراة دور الثمانية من كأس مصر موسم 2023-2024. زي ما حضراتكم شايفين عصران هيبدأ الشوط الرابع مكان أحمد عزب، وحسام يوسف في الملعب، وسعودي ومحسن في مركز 3، سيف عابد في مركز 2. يعني على التاب أهو كابتن محمد السيد بيدي التعليمات لعبد الرحمن الحسيني، بيقول له زوايا الضرب في ملعب نادي سموحه ونقاط الضعف في ملعب نادي سموحه، تشكيل نادي سموحه زي ما هو في مركز 4 ادهم محرم اوبزيت هشام محمود، عفوا لاعب مركز 4 الثاني هشام محمود، لاعب مركز 2 عبد الرحمن محمد توفيق، صانع العاب عشري في مركز 3 عفيفي واياد، ومعاهم ليبرو درونكا. يعني نادي سموحه من بعد الشوط الاول ثبت التشكيل وبيلعب بنفس التشكيل على وشك بدء الشوط الرابع. زي ما حضراتكم شايفين فرناندو ومحمد الحسيني مركزين جدا في السكاوتنج علشان يقدروا يبقوا قاريين فرقه نادي سموحه، زي ما حضراتكم شايفين اهو الكلام ما بين فرناندو ومحمد الحسيني. بدايه الشوط الرابع على الارسال صانع العاب نادي سموحه عشري، ارسال فلوتر، كرة خارج الملعب. يعني عصران كده رفع ايده لان الكره اعلى من ايده بذكاء كده وبخبرات، نزل ايده قال الكره هتبقى اوت، نقطه للنادي الاهلي. على الارسال محسن
بيلعب رسال من مركز خمسة، رسال فلوتر، استقبال من درونكا، اعداد في مركز أربعة لعبد الرحمن بيلعب على التاتش. يعني يا شباب نركز شوية مع عبد الرحمن لاعب مركز اتنين من نادي سموحة، اللعيب ده بيلعب بدماغه أكتر ما بيلعب بقوة، يعني محتاجين إن البلوكات بتاعتنا تكون مصحصحة معاه شوية ونأخر معاه. كرة على التاتش بلوك من عبد الرحمن توفيق لاعب نادي سموحة على الإرسال، هشام محمود، محمود لاعب مركز أربعة، إرسال فلوتر، استقبال من عصران صوابع، إعداد، كرة حلوة قوي، كرة حلوة قوي من دكتور حسام مع عبد الرحمن سعودي، يعني بيضحك كده العصران بيقول له شكرا على الاستقبال المظبوط. فعلا كرة أولى مظبوطة هتبقى عندك سهولة جدا في خلخلة بلوكات نادي سموحة، كل ما استقبالك هيتظبط كل ما هتسهل على نفسك المباراة وتلعب ايزي جيم. على الإرسال سيف عابد لاعب مركز اثنين، سال سبايك قوي، استقبال متوسط من هشام، اعداد من عاشر في مركز اربعة لادم محرم، كرة بيحاول يلعب على التاتش بلوك، نقطة لنادي سموحة. يعني الكرة باينة ان هي بعيدة او ان هي مش تاتش، كرة خارج الملعب، لكن الحكم الاول طبعا كابتن تغريد ليها رأي تاني، شايف الكرة ان الكرة تاتش بلوك، يعني في العادة هو هنشوفها كرة تاتش بلوك فعلا لنادي سموحة. على الارسال عفيفي لاعب مركز ثلاثة من نادي سموحة، سال فلوتر، استقبال ممتاز من عصران، كرة في مركز واحد حلوة قوي قوي قوي، يعني انا شخصيا اتثبتت في الكرة دي، كرة استقبال ممتاز من عصران، دكتور حسام قلب الكرة في مركز واحد لسيف عابد، يكاد يكون ما فيش بلوك خالص، كرة كأنها بيسخن كده، كرة اترفعت في مركز واحد، لعيبة نادي سموحة كلهم اتثبتوا، يعني اياد وقف ما اتحركش ولا ادهم محرم، الكرة اترفعت في مركز واحد، هايلة 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 من حسام لسيف عابد، قال له هديتك يا دكتور حسام مقبولة. استقبال اعداد لادهم، كرة ديفنس هايل من عصران، كرة على الشبكة، اعداد من حسام لسيف عابد، كرة مضروبة حلوة ديفنس من نادي سموحة، كرة دبل دبل، كرة اياد حاول ان هو يرفع الكرة كده ما قدرش، دبل على لعيب اياد لعيب مركز ثلاثة من نادي سموحة. يعني الشوط الرابع بادئ سخن قوي بصراحة، فنيات فولي عالية جدا. نتيجة 4-2 للنادي الاهلي في الشوط الرابع. نكمل على كده يا شباب. على الارسال محمد جمال عصران، احسن لعيب في دورة الالعاب الافريقية في غانا اللي لسه راجعين منها، ارسال سبايك كده ولا يهمك ولا يهمك يا عصران، يعني بيحاول يمشي ريست ايده كده في الارسال ولكن الكرة في الشبكة. على الارسال عبد الرحمن توفيق لاعب مركز اثنين نادي سموحة، بيلعب ارسال سبايك خارج الملعب، شكرا يا عبد الرحمن، يعني احنا محتاجين هدايا كتير من نادي سموحة زي دي، يعني ارسال خارج الملعب، نقطة خمسة للنادي الاهلي، خمسة ثلاثة للنادي الاهلي. على الارسال عبد الرحمن سعودي، طبعا خلاص بقينا عارفين بيلعب الارسال من مركز خمسة موجه، تركيز شديد من سعودي، سال فلوتر، استقبال من هشام، اعداد في مركز ثلاثة لإياد، حاول يلف من محسن لكن محسن رمى ايده اليمين مظبوط قوي، يعني اياد دخل يضرب، حاول يلف في مركز واحد، محسن كان واقف له صح، محسن يعني طبعا يمتاز بالطول، رمى ريست ايده اليمين كده ناحيه مركز واحد، قدر انه ياخد الكوره بلوك. الريدنج في البلوك حاجه مهمه جدا في الفولي. على الارسال سعودي، استقبال من هشام، اعداد في مركز أربعة لادم محرم، بيلعب على التاتش بلوك، يعني يا شباب احنا محتاجين شويه مع لعيبه نادي سموحه ان احنا ناخر في البلوكات اكتر من كده، لعيبه نادي سموحه بتلعب على التاتش بلوك وبتلعب على الكور العاليه دي اكتر بكتير، فلازم ناخر شويه في البلوكات. على الارسال ادهم محرم، سال سبايك، استقبال عصران، اعداد من حسام للحسيني، كوره بذكاء، الله عليك يا حسيني الله عليك، يعني الحسيني اللي يعرفه لعيب ذكي جدا من هو في الناشئين، لعيب بيقدر يستخدم ذكائه في الكور الصعبه، يعني الكوره مزنوقه جايه له مزنوقه اوت اوف سيستم في ايد البلوكات، راح لاعب على التاتش بلوك، نقطه للنادي الاهلي سهله. على الارسال حسام يوسف، سال سبايك ولكن في الشبكه.
ولا يهمك يا دكتور حسام، تتعوض في اللي جاي. زي ما شايفين اهو بيتكلم مع محسن بيقول له هرفع لك الكره الجايه ايه؟ تغيير في نادي سموحه، خروج اياد ونزول ابو رايه كابتن فريق نادي سموحه سنتر بلوك، طبعا من عناصر الخبره في نادي سموحه. ابو رايه على الارسال، ارسال فلوتر، استقبال من عصران، اعداد من حسام لسيف عابد يلم رمضان، اعداد في مركز اثنين للحسيني على التاتش، ترجع تاني الملعب ولكن خارج الملعب. يعني زي ما حضراتكم شايفين الكوره بتبقى بتتضرب، محمد رمضان قاعد في الدفاعات تحت ورا كل كوره بشكل ممتاز. يعني حسيني لعب الكوره كده بريست ايده ناحيه مركز خمسة على ابو رايه، طبعا استقبال ديفنسه ضعيف ما قدرش ان هو يطلع الكوره. على الارسال الحسيني، عبد الرحمن الحسيني، ارسال سبايك، استقبال من عفيفي، اعداد في مركز اربعة لهشام، كرة تتلم، اعداد من دكتور حسام في مركز، كرة حلوة ولكن كانت قصيرة. يعني بصراحة كرة ممتازة غير خارج التوقعات خالص من حسام، لكن كانت قصيرة شوية. زي ما حضراتكم شايفين هي الكرة كده تو لمحسن، بس الكرة كانت قصيرة ما قدرش ان هو يتصرف فيها. نقطة لنادي سموحة، ستة نادي سموحة، تمانية النادي الاهلي. إصابة كده في ملعب نادي سموحة، نتمنى تكون بسيطة. لاعب نادي سموحة يعني إن شاء الله تكون بسيطة كده وما تكونش في حاجة كبيرة. يعني دكتور نزل له هو بيطمن عليه، لاعب هشام محمود لاعب مركز أربعة، يعني الحكم الثاني نزل الملعب يطمن عليه والدكتور سليمة، ألف سلامة عليك يا هشام. على لكن الكابتن اشرف رشاد غيره، خاف عليه ونزل لاعب رقم تسعة هشام اشرف رشاد. يعني تغيير في ملعب نادي سموحه كده اضطراري، اصابه لاعب مركز أربعة هشام محمود ونزول لاعب رقم تسعة هشام اشرف رشاد. على الارسال عشري صانع العاب نادي سموحه، استقبال ممتاز من رمضان، اعداد من حسام، كوره حلوه قوي، حسام رفع الكوره كده لمحسن، محسن قال ايه المره دي انا همشي بقى بايديا كده بريست، ده بليس في نص الملعب، سكوت كده ايه بذكاء، لان نص الملعب في نادي سموحه اللعيبه كلها اتثبتت، كوره في نص ملعب نادي سموحه. على الارسال محسن لاعب مركز ثلاثه بالنادي الاهلي، ارسال فلوتر، استقبال من درونكا، اعداد عشري، كوره في مركز سته، سعودي مركز قوي في البلوك، كوره في مركز اربعه حلوه قوي قوي قوي، يعني سعودي واقف مركز قوي الكوره، استقبال من نادي سموحه، حاول ان هو يخلخل بلوكات نادي الاهلي في مركز سته لكن سعودي قدر ان هو ياخدها، اتلمت في ملعب النادي الاهلي، دكتور حسام راح رافعها بوش باص حلوه قوي لعصران خلصها بكل سهوله. 10-6 للنادي الاهلي في الشوط الرابع. على الارسال محسن، استقبال من لاعب نادي سموحه، كره في اربعه لعصران، كره حلوه قوي قوي من عصران، يعني عصران نزل الملعب بصراحه عمل شكل الملعب اكتر، من اللعيبه الممتازين جدا محمد جمال عصران. كره كده مضروبه في مركز سته، ادم محرم ما قدرش يعمل لها اي حاجه. تايم اوت طبعا طلبه كابتن اشرف رشاد علشان الفرق كبر جدا في الشوط الرابع وما عندوش يعني اي 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 حاجه تقدر توقف الجيم غير ان هو يقدر ياخد تايم اوت، ان دي اخر فرصه ليه في الشوط الرابع. طبعا فرناندو بيدي توجيهات لعصران بيقول له البلوك لما بيقفل في حته معينه انت تعدي منه ازاي، يعني توجيهات طول الوقت شغاله من الجهاز الفني للنادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين فرناندو واقف على الخط مركز في كل كبيره وصغيره. على الارسال محسن، استقبال من ادم محرم، اعداد من عشرة في مركز اربعة لعبد الرحمن، كرة بلوك، كرة هتتضرب من نادي سموحة، بلوك من نادي الاهلي، كرة حلوة قوي. يعني زي ما حضراتكم شايفين لما بلوكات النادي الاهلي بدأت تأخر شوية في الطلوع بدأ الموضوع يبقى اسهل للينا، طول ما احنا بنطلع تايمنج مظبوط الكرة هتبقى سهلة. يعني كرة مضروبة من لاعب هشام اشرف رشاد من مركز اثنين في ملعب نادي سموحه، قدر سعودي وعصران ياخدوا بلوك، ارسال مع محسن، فلوتر قوي، استقبال من ادم، اعداد من 10 في مركز اربعه في مركز سوري مركز ثلاثه، حاول يعدي كده عفيفي بريست ايده في مركز خمسه لكن ما قدرش،
سعودي واقف له زي الاسد، قال له هتعدي ازاي يا عفيفي؟ يعني حاول عفيفي مركز ثلاثة كده يلف بريست ايده، ما قدرش يعدي من سعودي فضربها خارج الملعب. نتيجة 13-6 للنادي الاهلي في الشوط الرابع. ارسال من محسن على ادهم محرم، اعداد في مركز اربعة، في مركز اتنين كورة بلوك. يعني خلاص النادي الاهلي قادر يفرض سيطرته على الشوط. كورة اترفعت لهشام اشرف رشاد في مركز اتنين، حاول يعدي الكورة كده ما قدرش، عصران وسعودي واقفين قافلين الشبكة مضل منها. خلاص ممنوع الاقتراب او التصوير زي ما بيقولوا، خلاص نادي سموحة مش قادر ان هو يتصرف مع بلوكات النادي الاهلي. ارسال من محسن، استقبال، اعداد في مركز ستة، كورة كده بليس مسقطة من ادهم محرم، حاول فيها دفاعات النادي الاهلي بس ما قدروش يعملوا لها حاجة. يعني سعودي وعصران واقفين اهو، حط بليس حاول فيها سيف عابد لكن ما قدرش. نقطة لنادي سموحة. على الارسال هشام اشرف رشاد، ارسال سبايك، استقبال حسيني، اعداد من حسام، كورة حلوة قوي 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 قوي. يعني استقبال من الحسيني مظبوط، راح حسام قال له طب خد الكرة اضربها من ستة، كرة مظبوطة جدا. يعني حتى بلوكات نادي سموحة ما يدروش يعملوا لها حاجة، كلهم واقفين يتفرجوا عليها. يعني عفيفي وادم محرم حاولوا في الكرة لكن الكرة كانت صعبة جدا عليهم من مركز ستة. على الارسال سيف عابد، ارسال وخطأ في الدوران من نادي سموحة. يعني الحكم التاني بيقول ان واقفين غلط، نقطة مباشرة للنادي الاهلي. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده السكور والنتيجة فرقت كبيرة، فرقت جدا في الشوط الرابع 16-7 للنادي الاهلي. على الارسال سيف عابد، ارسال قوي، استقبال من رونكا، اعداد من عشري لعبد الرحمن في مركز اتنين، ديفنس من لواندر، كورة حلوة قوي يا عصران، ما شاء الله عليك يا ابني، ما شاء الله عليك. يعني الكرة اتضربت من مركز اتنين في نادي سموحة، عملها ديفنس لواندر، رفعها الحسيني اوت اوف سيستم، عصران طلع من فوق بريست ايده كده من فوق البلوك، بريست ايده في نص الملعب ما قدرش يعمل ليها اي حاجة لعيبة نادي سموحة. يعني كابتن اشرف رشاد خد تايم اوت تاني ليه تاني علشان خاطر يوقف نزيف النقاط في الشوط الرابع، يعني بيحاول كده لكن طبعا النادي الاهلي فرض سيطرته على الجيم خلاص. يعني النادي الاهلي بيكشر عن انيابه في الجيم الرابع زي ما بيقولوا. نتيجه 17-7 للنادي الاهلي في الشوط الرابع. على الارسال سيف عابد لاعب مركز اتنين النادي الاهلي، بيلعب ارسال من ناحية مركز واحد، ارسال سبايك لكن داس على الخط النهاية. نركز شوية يا سيف، يعني محتاجين ترجع ورا شوية وانت بتلعب الارسال. على الارسال نادي سموحة، عفيفي رقم 10، عفيفي ارسال موجه، استقبال، كرة ارسال مباشر من عفيفي في ملعب النادي الاهلي. يعني الحسيني كان مقدم شويه كده فاعتمدوا على بعض هو وعصران، نقطه مباشره بالارسال لنادي سموحه. مازال عفيفي على الارسال، استقبال، اعداد من حسام، كرة في مركز اربعة لعصران، كرة حلوة قوي، يرفع بريست ايده من فوق كده بيضرب من اعلى نقطة، عصران كرة من اربعة كده ضربها في اخر مركز خمسة في الزاوية الطويلة لا تصد ولا ترد. يعني عصران بيقدم مستويات عالية قوي 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 الموسم ده، ما شاء الله عليك يا عصران. تغيير في النادي الاهلي، خروج محمد جمال عصران ونزول احمد عزب. على الارسال ارسال من عزب، استقبال من هشام، اعداد ضرب كده بريست ايده ادهم محرم من مركز اربعة على التاتش بلوك، قدر
يجيب نقطه لنادي سموحه برست ايده كده من اعلى البلوكات ما بين حسام يوسف وسعودي، استقبال من محمد رمضان، اعداد من حسام في مركز واحد لسيف عابد، كوره مضروبه حلوه قوي في مركز ستة من سيف عابد لا تصد ولا ترد. يعني الكاميرا بتيجي على المقصورة الرئيسية كده، كابتن أحمد الجرحي ومستر أجوستي وكابتن خالد العوضي، يعني النادي الأهلي بيت واحد، يعني الباسكت والطايرة والهاندبول كل الناس بتتابع بعض، يعني روح النادي الأهلي دايما موجودة في كل مكان. على الإرسال سعودي، عبد الرحمن سعودي، إرسال فلوتر، استقبال ضعيف، كرة هتعدي سهلة في ملعب النادي الأهلي، شانس محسن، إعداد من حسام، كرة في ستة ولكن تاتش بلوك، تاتش بلوك، يعني لعيبة نادي سموحة افتكروا ان الكورة خارج الملعب لكن الكورة تاتش بلوك. يعني ابو ريا كده حاول فيها، لعب مركز ثلاثة من نادي سموحة، نقطة للنادي الاهلي من مركز ستة، احمد عزب ضربها بكل قوة. نتيجة 20-10 للنادي الاهلي في الشوط الرابع. على الارسال عبد الرحمن سعودي، استقبال من هشام متوسط، اعداد من درونكا في مركز اثنين، في مركز واحد، لعب على التاتش بلوك عبد الرحمن، حاول فيها عبد الرحمن سعودي كده يعمل عليها تراي لكن ما قدرش. يعني نادي سموحه بيحاول ان هو يرجع في الجيم بكل الطرق، بس لعيبه النادي الاهلي فارضه سيطرتها وهيمنتها على الشوط وعلى المباراه. على الارسال ادهم محرم، ارسال سبايك، ارسال مباشر من ادهم محرم، يعني بيلعب ارسال بقوه كبيره جدا وبريسك، قدر ان هو يجيب نقطه مباشره من الارسال ادهم محرم لنادي سموحه. لسه على الارسال ادهم، ارسال سبايك، استقبال محمد رمضان، اعداد من حسام، كوره في مركز واحد لسيف عابد، تتلم تترفع في مركز اربعه لهشام، بلوك هايل 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 يا محسن، هايل يا محسن انت وحسام، يعني اخره مع هشام من مركز اربعه، حاول يعدي ولكن محسن قفلها 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 ميه ونور. يعني محسن طلع كده رمى ايده اليمين والشمال، دخل ايده جوه جدا، محدش قدر يقدر على محسن في البلوكات، حاول هشام ولكن ما قدرش. على الارسال حسام، استقبال من درونكا، اعداد في مركز واحد لعبد الرحمن، محسن حاول ولكن ما قدرش، يعني راح كده رمى ايده مع الحسيني بس ما قدرش ان هو يروح للكره بشكل مظبوط، فالكره عدت على التاتش بلوك. نتيجه 13 نادي سموحه 21 النادي الاهلي. على الارسال كابتن فريق نادي سموحه ابو ريا، ارسال استقبال اعداد في مركز اثنين، كره حلوه قوي 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 من حسام، كره كده بوان هاند بيحاولوا فيها لعيبه نادي سموحه، وان هاند كده من حسام رفعها بايد واحده للحسيني في مركز اثنين، شاطها في مركز خمسه لا تصد ولا ترد. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده بايد واحده من غير بلوك، بلوكات نادي سموحه اتثبتت، عفيفي وهشام وقفوا واتفرجوا على الكوره ما قدروش يعملوا لها حاجه. على الارسال عبد الرحمن الحسيني، سال سبايك قوي جدا، استقبال من هشام، اعداد من عشري في مركز اربعه هشام، ديفنس مليوندر، اعداد في مركز اربعة لعزب، بيلعب على التاتش بلوك، ذكاء كبير جدا من عزب، الكورة جاية له على سن الشبكة، شغل دماغه عزب، لان البلوك قافل صح، راح رافع ريست ايده وحط الكرة على التاتش، على في عشري، حط الكرة في ايد عشري وعلى التاتش وعلى برة. نقطة للنادي الاهلي. على الارسال عبد الرحمن الحسيني، ارسال قوي جدا ولكن خارج الملعب. يعني ما شاء الله عليكم يا شباب، الشوط ده قدرنا نفرض سيطرتنا على الشوط من اوله. نتيجه 14 نادي سموحه 23 النادي الاهلي في الشوط الرابع. على الارسال عشري، صانع العاب نادي سموحه، استقبال حسيني، اعداد في مركز اربعه عزب، كوره على التاتش بلوك كده، كوره مرفوعه بوش باس من حسام لعزب بخبره كبيره جدا، يطلع يضربها في البتوين ما بين البلوك ما بين عبد الرحمن وعفيفي، ما يقدرش يعمل لها حاجه ليبرو نادي سموحه. نقطه الشوط والمباراه محسن،
ارسال موجه على هشام، كرة حلوه قوي قوي قوي، ما شاء الله عليك يا محسن انت وعزب، يعني كره ولا اروع. كره المباراه لينتهي الشوط 25-14 للنادي الاهلي. الف 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 مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره. فوز النادي الاهلي على نادي سموحه في مباريات دور الثمانيه لكاس مصر ليصعد النادي الاهلي للمباراه قبل النهائيه، ان شاء الله يكون كاس مصر من نصيب النادي الاهلي. يعني لعيبه الفريقين هم بيسلموا على بعض بعد المباراه. الف الف مبروك للنادي الاهلي الفوز في المباراه 3-1. الف الف مبروك، يعني اهو بيسلموا على بعض. الف مبروك للعيبه النادي الاهلي، الجهاز الفني لواندر وفرناندو ومحمد الحسيني ومحمد السيد. الف مبروك. كان معكم من قناه النادي الاهلي كريم جمعه.